أيها الأخوة الكريم، وأهلاً وسهلاً بكم في هذه الأمسية المميزة التي نستضيف بها أحد رواد العلماء والمخترعين والباحثين على مستوى العالم، ابن الناصرة وابن مجتمعنا الفلسطيني في البلاد، بروفيسور حسام حايك. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذا اللقاء الخاص، اسمحوا لي بداية أن أدعو للمنصة لإلقاء كلمة ترحيبية مختصرة من مؤسس ومدير سينمانا ثقافة وهوية السيد محمد بطارود. تفضل. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم، وأتمنى أنه الليلة زي الليالي سبقتها في مجال الأكاديمية. سينمانا أكاديمي هي فرع بسينمانا اللي بيقدم محاضرات ورشات ورشات محاضرات وأيام دراسية في مجالات مختلفة. إحنا في صدد تقديم محاضرات في نوعيات مختلفة، رافقنا منها علماء وراح يرافقنا كمان علماء نفتخر فيه من مجتمعنا العربي. واحد من الضيوف معنا البروفيسور مروان دويري، أهلا وسهلا، كان في محاضرات سابقة والقاعة ما شاء الله. فبتمنى إنه الليلة تكون كمان ليلة ناجحة زي سابقاتها، وأهلا وسهلا فيكم وأمسية سعيدة. أعتقد أن كلمات الاعتزاز والفخر هي ما يجول في بال العديدين من بيننا ممن اختار أن يحضر هذه الأمسية ويستمع لما تظهرون خلال 3 عقود من الزمن في أهم المجالات التي سيكون لها الأثر الأكبر على حياتنا نوعاً وكذا. لذا دعونا ننتقل مباشرة لخوض غمار ما سننكشف إليه اليوم. بروفيسور حسام حايك هو بروفيسور بدرجة الأستاذية الكاملة في معهد العلوم التطبيقية التقنية ورئيس 3 اتحادات أوروبية مركزية. أدرج اسمه في العديد من القوائم العالمية الهامة للشخصيات المؤثرة، كما حصل على العديد من الجوائز والمنح القيمة بما في ذلك جائزة ماري كوري للتميز ومنحة مجلس البحوث الأوروبي ومنحة من مؤسسة بيل وميليندا جيتس وجائزة هيرشل ريتش للابتكار من التخنيوم وجائزة هامبورغ الألمانية للأبحاث المتقدمة. وقد تم إدراج اسمه في العديد من القوائم العالمية الهامة، منها قائمة أهم 35 عالم شاب في العالم نشرت في مجلة MIT Technology Review، وقائمة 100 في مجلة نومينا تراست اللندنية، والتي تضم أسماء 100 أكثر تأثيراً في العالم من بين المخترعين والتطورات الرقمية، وقائمة مجلة جود الأمريكية لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم. كما حصل البروفيسور حايك على أرفع جائزة تدريسية يمنحها معهد التخنيون، جائزة يناي للتميز الأكاديمي. سوف تستعرض محاضرة هذا المساء والمعنونة باسم الطب عام 2050 عددا من التقنيات المبتكرة التي طورها فريق بروفيسور حايك البحثي في معهد العلوم التطبيقية التخنيون لتشخيص الأمراض بطريقة غير اجتياحية دون الحاجة إلى وغز الإبر أو استخدام المواد الخطرة. كما سيتم عرض نظام إلكتروني لتشخيص الأمراض من خلال التنفس القادر على كشف أكثر من 17 نوع من الأمراض بما في ذلك أنواع سرطان مختلفة وأمراض في جهاز الأعصاب وأمراض معدية وغيرها من التقنيات والأنظمة والأساليب المبتكرة وغير المسبوقة. لما ينتظرنا في مجال الطب خلال العقود المقبلة فلنستمع إلى الطب عام 2050 وبروفيسور حسام حايك. شكرا جزيلا على المقدمة. مساء الخير للجميع، سعيد جدا أكون اليوم في وسط أهلي في الناصرة وأشاطر أجد وأحدث التقنيات اللي طورناها في السنوات الأخيرة في إطار التشخيص الغير اجتياحي للأمراض. وهون الحديث يدور عن
ايش بنتظرنا خصوصيه 2050؟ ولكن بحب اشدد هون انه في كثير تقنيات اليوم تطور في مختلف المختبرات العلميه في العالم، وانا راح اركز على اللي بيصير في اطار مع هذه العلوم التطبيقيه في التخيون في اطار فريق مختبراتي بشكل خاص. الصبح بكير بنروح على الشغل، بنرجع من الشغل بنقعد مع العائله بننام، بتكون حياتنا شوي روتينيه بعض الشيء. ومرات كثير بيكون في قلق في بالنا، ما هل في مرض معين بجوب او بتطور في جسمنا، او من ناحيه ثانيه بيكون في عندنا افكار ومخاوف بسبب تعب او ارهاق اللي بيكون في جسمنا. مرات احنا بنكون شاعرين معافين بنمارس حياتنا اليوميه، بنركض 40 كيلو متر للي بيركض ماراثون، او الواحد بتسبح او الواحد بيسوي اي فعاليات بشعر حاله معافى، ولكن للاسف الشديد هذا لا يقول انه هو لا يحمل اي نوع من انواع الامراض. فهناك اليوم اعتقاد خاطئ للاسف الشديد انه الامراض تتطور بين يوم وليله، بقول لك فلان صابه مرض السرطان خلال جمعه او جمعتين، هذا الكلام غير صحيح. امراض متعدده ومنها امراض السرطان خاصه تتطور ما بين 5 سنوات و 15 سنه في جسم الانسان قبل ما نشوف العوارض الجانبيه تبعتها. وهون اليوم اذا قدرنا نكشف امراض مثل امراض السرطان في المراحل الاوليه تبعتها واحنا شاعرين معافين تمام التمام، امكانيه النجاه من المرض بواسطه العلاجات الموجوده اليوم هو عالي جدا. من ناحية ثانية إذا استنينا على نفس الشخص أكم من سنة وتطور عنده وانتشر مرض السرطان، نسبة النجاة بتقل بعدد كبير من النسب المئوية، مرات من 70% بتنزل، من 70% نسبة نجاة بتنزل لحوالي 15%. اليوم بتقدر تقولوا طيب ليش احنا ما بنستعملش التقنيات الموجودة بالمستشفيات علشان نقدر نشخص هاي الامراض في مراحلها الاوليه واحنا معافين؟ وطبعا اليوم تقدر تشوف انه في عندنا كثير تقنيات موجوده بالمستشفيات مثل جهاز الاشعه السينيه الاكس راي، جهاز الاشعه السينيه الثلاثيه الابعاد السي تي، جهاز الذبذبات المغناطيسيه الام ار اي والبيت سكان والى ما ذلك. هذول تقنيات متقدمات جدا ودقيقات، ولكن على سبيل المثال انا ما بقدرش اجيب واحد معافى واكشفه كل يوم للاشعه السينيه لانه في نهايه المطاف راح يضره اكثر من ما يفيده، لأن مرات بتسبب حتى أمراض معينة من كثر الكشف لهي الأشعاعات السينية. إذا بنطلع على السي تي عندنا نفس المشكلة للأسف الشديد، إذا بدي أطلع على الإم آر آي فهنا ممكن الواحد يستعمل الإم آر آي، ولكن سعر كل علاج هو كثير غالي، ما يعادل 1500 دولار على الأقل لتشخيص واحد، التشخيص نفسه بأخذ عدد كبير من الساعات. ما بين التشخيص كتشخيص وما بين تحليل النتائج. والاكثر من ذلك هذول التقنيات نفسهم لما احنا بنيجي نستعملهم بعدد كبير من الحالات ممكن انه ما يشوفوا المرض بالمراحل الاوليه. على سبيل المثال اذا لا سمح الله الواحد عنده مرض سرطان في المراحل الاوليه اصغر من حجم معين، هذول التقنيات باغلبهم ما بيقدروا يشوفوا السرطان مع انه السرطان موجود هناك. فلذلك ما بنقدر نستعمل هدول في حياتنا اليوميه عشان نراقب الصحه واحنا بعدنا ما زلنا نشعر معافين ولكن المرض موجود هناك. في تقنيات اخرى ابسط من هدول التقنيات مثل يعني تحليل اللعاب على سبيل المثال، ولكن تحليل اللعاب هي عمليه تستغرق مرات ايام تستغرق اسابيع عشان الواحد يطلع النتيجه نفسها، وبعدد كبير من الاحيان الدقة تبعيد التشخيص هي قليلة أو صغيرة. على سبيل المثال في مجال مرض السل مرات الدقة توصل ما بين 70 و 50%. في عندنا تقنيات أخرى مثل البروخونسكوبي زي ماسورة مع نضوب بفوتوها على صدر الإنسان أو على معدته، هذيك بسموها جاستروسكوبي أو كولونوسكوبي، تقنيات متطورة جدا عندها دقة عالية جدا، ولكن نستعملها كمان مرة لتشخيص يومي هو امر صعب جدا. وكمان في كثير من الناس بخافوا يساووا هاي التقنيه نفسها لاسباب، بتخيل انه التقنيه ممكن تضر في جسمه وهن قاعدين يفوتوا هاي الماسوره صغيره في جسم الانسان. وهناك كيف بنعرف عندنا عينات الدم، عينات البول والى ما ذلك، ولكن هذول كلياتهم يتطلبوا مجهود بعض الشيء ودقتهم كمان قليله، فلذلك انه نسويهم يوميا في هناك صعوبه بالغه.
والأكثر من ذلك اليوم في مشكلة في التقنيات البسيطة عن كيفية استعمالها. فالشخص مرات اللي بأخذ التقنية البسيطة لتشخيص المرض أو لعلاج المرض في عنده مشكلة إنه يتعامل معها بشكل صحيح. كيف تقدر تشوف هون بالفيديو اللي متأخذ من مسلسل أمريكي، امرأة أجت عند طبيب تسأله. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? هاي مثال بسيط. جنك. وبالآخر زعلان. المشكلة إنه بالآخر زعلان. هون هاي طريقة يعني لربما بطريقة مزح، بس بأغلب التقنيات المرات اللي نستعملها في البيت بيكون استعمال خاطئ. هون استعملت البخاخ لديودرونت معين أو كعطر معين محل ما تستعمله لبخاخ للأسثما، لمرض الأسثما. فلذلك اليوم إذا أنا بدي أجي أفكر إيش هي التقنيات أو إيش هي النوعية الجهاز اللي أنا بدي أطوره عشان أشخص الأمراض، ما زال ابن آدم يشعر معافى، ففي عنا عدة مقومات. الأمر الأول إن الجهاز يجب أن يكون سهل الاستعمال، كل شخص وشخص يستطيع أن يستعمله مثل ما نستعمل جهاز الخليوي الحكيم السمارت فون بسهولة بالغة. الأمر الثاني اللي أنا بطلبه في هذا الجهاز المستقبلي للتشخيص هو أن يكون سريع الاستعمال. شو يعني سريع؟ مرات بقول لك طبيب خلال 3-4 أيام بيطلع الجواب بسرعة، مرات بقول لك خلال شهر كمان بسرعة. أنا تعريف لكلمة سرعة ما بين دقيقة وما بين ساعة، هاي تسمى سريع من ناحية تشخيص المرض أو مراقبة المرض عدة مرات في النهار. الأمر الآخر هو أن الجهاز يجب أن يكون رخيص. شو يعني رخيص؟ كمان مرات نطلع كل شيء نسبة في الحياة، بنقول مرات جهاز فلان والله جهاز سي تي صغير لمستشفى $1,000,000 هاي يعد رخيص بالنسبة لعدد من المستشفيات، ولكن بالنسبة إلى رخيص هو اللي ممكن يكون متداول في أيدي أي شخص وشخص، سواء كان في دول العالم الغربي أو دول العالم الفقير. فلذلك يعني أي جهاز اللي هو حقه من $200 وتحت أو $300 وتحت ممكن يكون جهاز قيد الاستعمال في حياتنا اليومية. وفي بعض الأجهزة وبعض المناطق بالعالم أطلب إنه هذا الجهاز إن يكون حقه مش أكثر من $0.5. ما غلطتش، مش أكثر من $0.5، وراح أتحدث عن الموضوع كمان شوي. الأمر الآخر هو إنه الجهاز يجب أن يكون متنقل، يعني إذا طورت أحسن جهاز في العالم، أدق جهاز في العالم، والجهاز ما بقدر أنا أتنقل معاه في حياتي اليومية، في هناك مشكلة إنه أستعمله كمان استعمال متكرر. فلذلك أنا بطلب جهاز اللي هو يكون صغير بحجم الجهاز الموجود في إيدي. ايضا مقومات اخرى هو انه الجهاز يكون غير اجتياحي ولا يعرض حياه المريض للخطر او لعدم الارتياح. على سبيل المثال انا ما بديش اساوي اي تقنيه او اي عمليه تشخيصيه للضر في صحتي مثل الاشعه السينيه بعده مرات، او على سبيل المثال اساوي الخزعه البيوبسيا لاخذ قسم من التيشيو عند الإنسان وأحللها تحت المختبر. والأهم من ذلك إنه هون دقة الجهاز يجب أن تكون عالية جدا. دقة الجهاز هي بتقول لي إذا في عندي 100 شخص اللي هني مريضين بمرض معين، قديش أنا بقدر نسبة مئوية أشخصهم بشكل دقيق. يعني من 100 قديش بشكل دقيق ممكن أشخصهم؟ هل 95% ولا 90% وإلى ما ذلك؟ وهون كل ما كانت الأرقام أعلى كل ما كان في عنا إمكانية أكبر إنه نعطي العلاجات بشكل صحيح أكبر ونعطي التوجيه الطبي بشكل صحيح أكبر. هناك عدة طرق كيف ممكن الواحد يواجه هاي المعضلة العلمية التكنولوجية، ولكن قبل حوالي 10 سنوات 11 سنة وأنا بعدني كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولما بلشت أفكر في الموضوع قريت عن هيبوكراتوس اللي هو فيلسوف يوناني اللي كان يعلم طلابه إنه يشموا رائحة المرض، وكانوا يشموا رائحة المرض عن طريق النفس، وكانوا يشموا ثلاث أنواع مرض عن طريق النفس. مرض بسموه هاليتوزيس، رائحة الفم الكريهة، مرض الكلى المزمن، ومرض الكبد.
مع الزمن تقدروا تشوفوا علماء كثار كانوا يستعملوا رائحة الشم عند حاسة الشم عندهم عشان يشخصوا الأمراض. على سبيل المثال ممكن تلاقوا عالم فرنسي اسمه لافوازير اللي كان شم ريحة مرض السكري عن طريق الجيب. فإذا هاي الطريقة اللي هي معهودة من 2400 سنة، ولكن اليوم بدنا إذا بدنا نيجي نستعملها ما بقدرش أجي أنا أتكل على إيش قال التاريخ، لأنه اليوم أنا موجود قدام مؤسسات علمية كبيرة جدا ولازم أقنع إنه في هناك أساس علمي لهذه الأمور. يعني ممكن يكون عندنا توجيه ممتاز حسب التاريخ، وهون أهمية التاريخ، ولكن لا، الأمر الجدي يجب أن نثبت هذا إثبات علمي. والحديث سنة 2006 ما كانش للأسف الشديد أي إثبات علمي لهي الفرضية، إنما فقط قصص كيف ذكرنا. فلذلك حطينا هون سؤالين كتير كبار. السؤال الأول، هل لكل شخص مريض في عنده إمضاء كيميائي أو بصمة كيميائية عن طريق رائحة الفم اللي ممكن تميزه عن البني آدم اللي ما عنده مرض، أو اللي احنا نسميه البني آدم المعافى بهاي الحالة؟ والسؤال الثاني، هل في بصمة كيميائية لكل مرض اللي تختلف عن المرض الثاني؟ لما بقول بصمة كيميائية قصدي بالبصمة الكيميائية عن مجموعة من المركبات الكيميائية اللي بتطلع عن طريق النفس. هاي المجموعة من المركبات الكيميائية ممكن تختلف من ناحية التركيز تبعها ومن ناحية النوعية تبعية المواد الموجودة هناك. إذا هذول كانوا التحديين الأكبر في مشروعنا. وقبل ما أتقدم في بناء أي جهاز تكنولوجي كان في عنا حاجة إنه نعطي هذا الإثبات، فلذلك سوينا بس يرجع الشاشة سوينا بحث يعد اليوم الأكبر في العالم، اللي أخذنا حوالي 8000 عينة نفس في 17 مركز في شتى أنحاء العالم، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، هون في الدولة، في لاتفيا، في ألمانيا، في فرنسا وإلى ما ذلك. في هذول المراحل شخصنا كل عينات النفس في محل واحد عندنا في معهد العلوم التطبيقية في التخنيون بواسطة جهاز نسميه سبكترومتريا، جهاز تحليلي معين موجود اليوم اللي يكلف حوالي ملايين الدولارات. وهذا الجهاز بواسطته لقينا انه لكل مرض في هناك 13 مركب كيميائي اللي ممكن يطلع عن طريق النفس اللي ممكن يميزوه عن البني آدم اللي ما عنده المرض، البني آدم المعافى، 13 مركب كيميائي. وهي كانت أول مرة إثبات علمي في التاريخ حسب اللي هي نظرية العلاجات والتشخيص عن طريق النفس. الأمر الأهم اللي لقيناه في خلال البحث إنه لكل نوع مرض في كل عضو موجود له بصمة كيميائية خاصة فيه اللي بتميزه عن المرض الآخر. على سبيل المثال، إذا باخذ البصمة الكيميائية الموجودة عن طريق النفس عند شخص اللي عنده على سبيل المثال سرطان الرئة، إذا في عنده سرطان الرئة هو مختلف عن الشخص اللي عنده سرطان الأمعاء الغليظة أو سرطان المعدة وإلى ما ذلك. وهون تقدر تشوف إنه المرض لما بتطور كيف هون تقدر تشوفه في البقعة الحمراء، بيقدر المرض ينثر مواد متطايرة صغيرة، هاي نسميها احنا مؤشرات كيميائية. هاي المواد المتطايرة لازم تطلع خارج جسم الإنسان، فواحدة من الأماكن اللي بتوصلها بتوصل عن طريق الرئة، عن طريق الحويصلات الرئوية، ولما بتوصل عن طريق الحويصلات الرئوية بتطلع عن طريق النفس. وهي المركبات اللي بتطلع عن طريق النفس هي عبارة عن البصمة الكيميائية اللي احنا مدور عليها أو اللي أثبتنا وجودها بشكل علمي لأول مرة. هون تقدروا تشوفوا قسم من التجارب اللي سويناها. تقدروا تشوفوا هون 17 نوع من أنواع الأمراض، 8 أمراض سرطانية، أمراض معدية، أمراض عصبية وأمراض أخرى. تقدروا تشوفوا هون كلياتهم، ولكل مرض في له تركيبة ألوان مختلفة، كل لون هم تشوفوه على الشاشة هو عبارة عن تركيز المادة، وكل اسم هنا تقدروا تشوفوه هو عبارة عن مادة معينة. فلذلك تقدروا تشوفوا أنه لكل مرض في له البصمة الكيميائية. فلذلك كيف كل واحد قاعد في القاعة عنده بصمة إصبع مختلف عن الشخص اللي قاعد حده أو عن الشخص الآخر الموجود في القاعة، هون كمان نفس الشيء، كل مرض عنده بصمة ولكن كيميائية مختلفة عن الأمراض الأخرى.
بعد هذا الإثبات العلمي اللي كلف كثير من الوقت وكثير من التمويل شكرا للاتحاد الأوروبي طبعا حصلنا على هاي المعطيات بواسطة هذا الجهاز. إذا بتطلع على هذا الجهاز هو جهاز كبير حوالي متر ونص قدره على متر على كمان متر، يعني باختصار مفيد صعب نحط بالجيبي على قليل جيبي عادي. فلذلك كان التحدي إسا كيف ممكن نجيب هاي النتائج المخبرية إلى نتائج تكنولوجية ممكن تستعمل في حال الحياة اليومية عند كل شخص وشخص. فالسؤال هنا كيف ممكن نقدر نطور هذا الجهاز؟ ولسعادة الشديدة طلع إنه ما فيش حاجة نطور هذا الجهاز لأنه هذا الجهاز هو موجود منذ الخلق، وهذا الجهاز هو الكلب. فكان في كثير قصص في سنة 2006 وبعدها أثبت علمياً في 2011 إنه الكلاب بتشم روائح المرض. على سبيل المثال كان في فريق ياباني اللي فرج إنه الكلاب تقدر تشم رائحة مرض الأمعاء الغليظة وبالأحرى سرطان الأمعاء الغليظة بشكل ما دقيق جداً، هو أكثر من 93%. فقلت والله أخذ الدكتوراه على جنب وبلش أدرب كلاب، فأدربهم على أنواع أمراض مختلفة. ما فيش حاجة أطور جهاز، الشيء موجود والأكثر من ذلك إنه الكلب هو صديق الإنسان. ولكن بعد شوية تفكير شفنا إنه استعمال أو استغلال المواهب الموجودة عند الكلب هو أمر شوي صعب، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول إنه ما في لغة كلام بينه وبين الكلاب، يعني إذا قال لك عو عو هاو هاو هيو هيو يعني ما رح نفهم شوي صغيرة بعد فترة زمنية ما نتعود على كلام بعض، بس مش رح يعطينا تعريفات طبية دقيقة كيف إحنا بدنا إياها أو كيف الأطباء بدهن إياها، إلا إذا اليابانية طبعاً قرروا إنه يساووا مترجم للنباح تبع الكلب ويطلعها ككلمات بشكل دقيق. الأمر الثاني والأمر الأجمل إنه الكلاب عشان ندربها تشم روائح أمراض أو تشم مواد متفجرة أو تشم مواد اللي هي سموم كيف موجود اليوم في الشرطة، لازم ندربها حوالي سنتين. كل كلب لازم ندربه سنتين، وكل كلب يتدرب لحاله، كل كلب عنده مدرب خاص. فلذلك إذا عندي 2 مليون مستشفى أنا بدي أوزع عليها الكلاب في أنحاء العالم بدي حوالي 2 مليون مدرب، مش بس 2 مليون مدرب بالمستشفى، بدك حدا يدور مع الكلب عشان يخليه يساوي عملية التشخيص تبع المرض. فهي الشغلة هي شغلة غير عملية، ولكن الأمر الأهم والأجمل إنه الكلاب تطلع على التقاعد سنتين بعد ما بلشوا العمل تبعهم، واقع حقيقة. فلذلك يعني كل سنتين الواحد بده يكرر عملية التعليم كل سنتين وهن بيطلعوا على التقاعد، فلذلك الأمر هو غير عملي. فلذلك كانت الفكرة إذا إحنا ما بنعرف أو ما بنقدر نستغل الكلاب لتشخيص الأمراض وهن عندنا القدرة بالفعل لتشخيص أمراض، تعال نتعلم منهم، تعال نتعلم كيفية هن بحسوا المرض عن طريق حاسة الشم بشكل دقيق. فلذلك رحنا تعلمنا كيف يعمل أنف الكلب كيف أنتم شايفين فوق، وقلنا أنه أنف الكلب يعمل على أساس على جزئين. جزء أول هو مبني على مجسات بيولوجية كيميائية موجودة بالأنف، والقسم الثاني والأهم منه هو الدماغ، الدماغ اللي بحلل هذول النتائج بشكل دقيق. فقلنا محل إحنا المجسات البيولوجية الموجودة، سنسوري البيولوجية الموجودة في أنف الكلب، بنحط مجسات كيميائية إلكترونية اللي إحنا بنقدر نبديها في المختبرات، بنقدر نبديها بكميات هائلة وبسعر رخيص. والأمر الآخر هو محل الدماغ وعملية تحليل النتائج، إحنا نستعمل كمبيوتر حاسوب مع نظام معلومات حاسوبية متقدم، وبذلك إحنا نقدر نمثل طريقة عمل الأنف عند الكلب وطريقة الحاسة الشم للأمراض المختلفة. والفكرة كانت إنه تعال، أو الحلم كان تعال نطور هذا الجهاز الصغير اللي بتقدروا تشوفوه هنا. لما تطلع هاي المواد المتطايرة تبعون المرض، هذول المواد المتطايرة يدمجوا أو بتفاعلوا مع المجسات الموجودة اللي إحنا طورناها في المختبرات إلنا. ولما بصير في عندك تفاعل كيميائي، تفاعل كيميائي بيطلع شارات كهربائية اللي بنبعثها إحنا على الحاسوب، هناك بواسطة نظام معلومات حاسوبية اللي ممكن يمثل طريقة العمل عند دماغ الإنسان أو
في ممكن نطلع النتائج بطريقه تعليميه كيف تقدروا تشوفوا هون بدنا نعرف اذا المرض هو سرطان او مرض اللي هو خبيث وباي مرحله. بشرح لكم كيف يعمل الجهاز بشكل ابسط بكثير. نفترض انه هذا الجهاز او خلونا افرجيكم الجهاز. نفترض سوري ما لحقتش اطلع الجهاز الصغير. هذا الشيب الموجود هنا هو عباره عن الدماغ تبع الجهاز، الموجود هون في النص. اللي بسويه هو كالتالي، بتنفس على الجهاز بقول له هالشخص مريض، انا بعلمه مسبقا انه هالشخص هو مريض بمرض الف باء جيم دال، وهي مواصفات المرض. باخذ انا الشرائط الكهربائيه بحفظها على الحاسوب بواسطه نظام معلومات حاسوبيه. في المستقبل لما الجهاز بشوف شخص اللي هو ما بعرفش اذا هو مريض ولا لا، بنشوف هدول الشرائط الكهربائيه، بتطلع شرائط كهربائيه، بناخذ هدول الشرائط الكهربائيه بنحولها لشرائط رقميه اللي بتفوت كمان مره على الجهاز. هناك بيتم مقارنه الشرائط الجديده مع الشرائط موجوده بقلب الحاسوب. اذا كان في تلاؤم ما بين هدول الشرائط ساعتها نعرف اي مرض وايش نوعيه المرض. فهو عمليه تدريبيه. كيف يعني اليوم احنا بنشوف الكلاب على سبيل المثال بنعطيهم قطعه قماش عشان يشموا رائحة الشخص اللي ضاع، هيك احنا بنساوي مع الجهاز، بنعلمه تعليم. اذا هذا هو جهاز متعلم. ولكن عشان نطور هيك جهاز في عندنا تحدي كبير جدا، والتحدي هو انه كمية هاي المواد اللي بتطلع عن طريق النفس هي قليلة جدا. بنسميها احنا في اللغة العلمية PPB part per billion، يعني جزيء واحد اللي بيتعلق في المرض موجود حوالين مليار جزيء من الهواء لا يتعلق في المرض. واحد مقابل مليار. عشان افرجيكم التحدي كمان بشكل اكبر، خلينا نتخيل انه في عندنا حقل واحد وسيع كثير حوالي انا عارف 60 دونم الموجود فيه زهور كيف انتم شايفين هون في الصوره. وكل الحقل موجود فيه زهور اللي هي موجود فيها 6 اوراق. كل زهره فيها 6 ورقات. ما عدا زهره واحده موجوده بنص الحقل على سبيل المثال اللي فيها 5 ورقات. وانا موقف بريه الحقل بدي اميز الورده الموجود فيها 5 ورقات من الموجوده فيها 6 ورقات من باقي الحقل اللي فيه 6 ورقات بدون ما افوت على الحقل. هذا هو التحدي العلمي، هذا ما يشابه التحدي العلمي تبعنا. فكيف بدي اسويها من برا اشم هاي الورده اللي هي صورتها نفس الشيء ولونها نفس الشيء ومواصفاتها نفس الشيء بس عندها 5 ورقات. هذا هو بالضبط التحدي اللي كان ينتظرنا في تطوير الجهاز. ولكن عشان احنا نقاوم هذا التحدي توجهنا لمجال يسمى النانو تكنولوجيا، اي علوم اللي هي تعمل على تكنولوجيا لاقل من قطر الشعر ب 100,000 مرة. وهي المواد تقدروا تشوفوا طورنا منها مجسات، سواء مواد كربونيه او مواد من جسيمات الذهب الصغيره جدا. بنيناها وطورنا منها مجسات دقيقه جدا، وهي المجسات تقدروا تشوفوا إنها اليوم موجودة على شريحة إلكترونية تشيب، كيف أنتم هون شايفين بالصورة وكيف هون شايفين بصورة مجهر إلكتروني، جهاز إذا صغير جدا. هالجهاز اللي بتطلعوا عليه هون اللي هو الدماغ تبع الأنف الإلكتروني موجود معي هون في إيدي. طبعا ليش أنا حاطه في نايلون؟ لأنه هذا التشيب أو الشريحة الإلكترونية رح تروح على كبسولة الزمن الأولى في الدولي. لسعادتي هاي الشريحة انتخبت عن طريق وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي نفوت على كبسولة نشتغل في الأرض مع كمان 23 اختراع إسرائيلي. وبعد 32 سنة في سنة 2050 بدهم يفتحوا وشوفوا شو صار فيها ويفحصوا الجهاز كمان مرة. فلذلك شايفين انه حاطينه في نايلون، بس اللي بحب يشوفه بعد المحاضرة بصوره. الجهاز بعد ما طورنا الدماغ تبع الجهاز اللي هو الاهم وهو الصغير ورقيق والى ما ذلك، دمجنا الجهاز والمجسات الموجوده هناك مع الكترونيات مع مكان الواحد يتنفس الى داخله. ولما البني ادم يتنفس الى داخله لبضع ثواني لثلاث ثواني بالضبط الجهاز بفعل النفس مع هذول المجسات بتلاقي النتيجه مباشره على الحاسوب. الاجمل من ذلك انه هالجهاز اللي انتم شايفينه هنا في الصورة هو جهاز مبني في طابعة ثلاثية الأبعاد، في طابعة ثلاثية الأبعاد، يعني تبني كل الجهاز وتحط المجسات وتكون خالصة.
نص ساعة بنكون بانين الجهاز. الجهاز اليوم نقدر نقول إنه بيشتغل بشكل دقيق جدا. وهون بحب أنوه إنه مرات النتائج المخبرية اللي نسمع عنها ممكن تكون كثير ممتازة، ولكن الإثبات الحقيقي إذا ما الجهاز يعمل لتشخيص مرض أو لعلاج مرض هو تجارب طبية في المستشفيات. ولذلك احنا جبنا مع هذا الجهاز كثير دول في العالم، كثير محلات في العالم، وجربناه في عدة محلات. واحد من المحلات هو في دنفر كولورادو، اللي في أول تجربة فرجينا إنه الجهاز يستطيع تمييز سرطان الرئة من الناس المعافين عن طريق النفس بدقة 88%. والأكثر من ذلك قدرنا نفرجي بإيش بسموه blind analysis، يعني بدون ما نعرف إيش هو الشخص، هل هو مريض أو لا. هاي blind analysis، يعني الجهاز بعطينا النتيجة بعدين بنشوف إذا النتيجة مزبوط ولا لا. قدرنا نميز ما بين ورم خبيث سرطان المعمير لبين ورم حميد benign شفير، ونسبة الدقة بين تمييز هذول الورمين كانت 88%. إذا تسألوني إيه ليش هالقد مهم اليوم أنا أجي أميز ما بين ورم سرطاني خبيث وورم اللي هو حميد؟ اليوم جهاز اللي إحنا نعرفه جهاز السي تي بيقدر يفرجينا إذا في ورم بكبر معين في جسم الإنسان في الرئة على سبيل المثال، بقول لك الورم موجود، ولكن ما بعرف إيش هو نوعية الورم. عشان يعرف نوعية الورم ناخذ خزعة بايوبسيا، وهذه الخزعة اللي هي عينة من الورم نفسه، نروح على المختبر ونسوي عمليات تحليلية تحت المشرط، بتستغرق قسم من الوقت، مرات 3 أيام مرات أسابيع حسب إيش إحنا نطلع هناك، وساعتها نحصل على النتيجة. وهي الخزعة عشان نسويها هي بعد عملية جراحية، سواء كانت ربع ساعة ولا نص ساعة، وفيها قسم من المخاطرة. وهم نقول ما فيش حاجة مرات نسوي هاي الخزعة مباشرة، إنما نقدر نتكل على النفس بطريقة غير اجتياحية عشان إحنا نساوي عملية التشخيص والتمييز ما بين هدول الورمين. ولكن الأجمل والأهم كيف أنا وقفت في بداية المحاضرة، إنه استطعنا إنه نميز السرطان بين مراحله المتقدمة، هي تسمى مرحلة 3-4 لما السرطان هو منتشر، لبين المراحل الأولية لما السرطان بعده موضعي في مراحل اللي إحنا نقدر نعالجها بشكل كتير كبير. على سبيل المثال تقدروا تشوفوا هنا إذا اكتشفنا مرض السرطان الرئة عند نفس الشخص في هاي المرحلة، هاي تسموها early مبكر، نسبة الناجين من المرض بتكون 70% بواسطة العلاجات الموجودة اليوم 70%. إذا استنينا عليه نفترض 5 سنوات وانتشر المرض في جسمه لنفس الشخص، نسبة النجاة من المرض تنزل من 70% ل 10% أو 15% بواسطة نفس العلاجات. يعني مرات احنا بنقول مرات ما فيش حاجة هالقد نتكل على علاجات جديدة، بس اكشف المرض مبكر أكثر. فلذلك لساعتي انه نجحنا هون كمان في هذا الامتحان. نوعية المرض لما نقول سرطان رئة، احنا بنقولش يعني السرطان اللي هو موجود، يعني سرطان رئة هو سرطان واحد، هو عدة أنواع سرطانات موجود في منطقة الرئة. كل نوعية مرض سرطان تتطلب علاج آخر، وهون قدرنا نعلم الجهاز انه يميز ما بين أنواع السرطان المختلفة كيف شايفين هون على الشاشة. بتجربة اللي ضمت اليوم أكثر من 3700 شخص في لاتفيا وفي الصين، حاولنا نشخص مرض سرطان المعدة بواسطة النفس. في التجارب قدرنا نشوف إنه نقدر نميز سرطان المعدة من كل الأمراض الموجودة في منطقة المعدة، مثل اللي إحنا نسميها H. pylori، هيليكوباكتر، أولسر، غاستريتيز، يعني التهاب المعدة وإلى ما ذلك. قدرنا نميزها بدقة كبيرة جدا، وقدرنا نميز السرطان بمراحل مختلفة، مراحل 1، 2، 3، و4، المراحل الأولية والمراحل المتقدمة. ولكن الأجمل في هذا البحث بنظري أنا إنه قدرنا نميز مرحلة تسمى pre malignant lesion، مرحلة اللي هي ما قبل تطور السرطان. عشان أشرحها بلغة مبسطة لأنه مش الكل هنا مع بعرف على أكيد البيولوجيا، البريماليجنات ليجن هو عبارة عن نوع من أنواع الخلايا أو تيشيو معين اللي ممكن فيه الخلايا المعافاة بلشت تغير شكلها، تغير منظرها، تغير الديناميكية تبعتها، ولكن هي بعدها ما زالت معافاة، هي بعدها مش سرطانية. هاي الخلايا عندها حلين في المستقبل بعد 10 و15 سنة،
أو بترجع على بيتها وبترجع تصير معافاة تمام التمام، أو تتطور لخلية سرطانية. يعني اليوم الشخص اللي عنده pre-malignant lesion هو شخص يعد معافى، ولكن هو شخص معرض للخطر إنه يصير عنده سرطان في المستقبل. هاي هي باللغة المبسطة. وهنا قدرنا نشوف إنه هاي المراحل pre-malignant lesion نقدر نميزها بدقة 92% إلى 98%. بما معنى إنه اليوم نقدر إحنا نقول مش بس مين هو مريض في المرض عن طريق النفس بأي مرحلة المرض، نقدر نقول مين هو البني آدم المعافى اللي هو موجود في خطر إنه يطور سرطان بالمستقبل بعد 10-15 سنة. طبعاً هون هاي القدرات العلمية اللي وصلنا إليها، هون في أمور كثير أخلاقية اللي ممكن نفكر فيها كمان إثكس. هل إحنا يعني كل شخص اللي هو بمرحلة خطر هو ما زال معافى بدنا نقول له إنك أنت بمرحلة خطر بدك تطور مرض في المستقبل؟ في ناس ممكن تستوعب هذا الجواب، في ناس ممكن ما تستوعبش هذا الجواب. الموضوع إذا حالياً مش موضوع الإثكس هذاك بتنحل عن طريق الريجوليشن، بس الموضوع إذا حالياً هو القدرات العلمية التكنولوجية اللي قدرنا نوصلها. أمراض أخرى اللي استطعنا نميزها عن طريق النفس هو مرض الرعاش، مرض الباركنسون. تقدر تشوفه، قدرنا نميزه بنسبة دقة 78-85%، ونميزه بين مرض لمرض ثاني. أمراض ترشح للفوتساء موتبل سكليروزيس ما نقدرنا نميزها لما في عنا المرض موجود أو مش موجود، كمان بنسبة دقة جميلة جدا بين مرض 75% لبين 81%. وهنا مع الحسبان انه التقنيات الموجوده اليوم او هي غاليه كثير او هي اجتياحيه اللي بتتطلب كثير عمليات جراحيه. يعني مرات فوتوا الجهاز عن طريق النخاع الشوكي هون على سبيل المثال عشان يسوي عمليه التشخيص، احنا اجينا قلنا تعال نجرب عن طريق النفس وكان في نسبه نجاح عاليه. بدي اختصر انا كل الابحاث اللي سويناها، اكثر من 170 مقال في هذا الموضوع باكم من شريحه الكترونيه موجودات على الشاشه، والخص لكم شو لقينا بال 8000 عينه اللي شخصناهم في دراسه واحده عن طريق هذا الجهاز اللي طورناه عن طريق جهاز الانف الالكتروني. هون بتقدروا تشوفوا على الشاشه انه قدرنا نميز كل الامراض 17 مرض واحد من الثاني بطريقه دقيقه جدا. هون بتقدر تشوف انه اللون الاحمر هو نسبه دقه ما تعادل 90% ل 100%، اللون البرتقاني نسبه دقه 80% ل 90% والى ما ذلك. اغلب الالوان لما بدي اجي اميز مرض واحد مثل سرطان الامعاء الغليظه من سرطان المعده، هون بتقدروا تشوفوا انه كان نسبه دقه عاليه جدا. في بعض الحالات الدقه تنزل شوي، ولكن خلينا نقول بالمجمل احنا بنقدر نميز جميع الامراض واحد من الثاني. طبعا 17 مرض هذول احنا فحصناهم، ولكن الفكرة ممكن تنطبق على أمراض أخرى، ولكنها بتطلب أبحاث كثيرة جدا اللي ممكن إحنا نقدمها في المستقبل. هون الجهاز لما طورناه وعدتكم جهاز متنقل وصغير كثير، ولكن فرجيتكم أنا جهاز اللي ممكن نحطه على الطاولة عند الطبيب. فلذلك قبل 3 سنوات أقامت أنشأت مؤسسة أوروبية مكونة من 11 فريق بحث وشركة من ضمنها شركة سيمنز هيلث كير، وقلنا تعال ناخذ هذا الجهاز كلياته وناخذ الدماغ نفسه تبع الجهاز الأنف الإلكتروني وندمجه في جهاز الخليوي الحكيم، جهاز السمارت فون. والفكرة كانت إنه أنا قاعد بحكي بالتليفون، الجهاز بلقط النفس عندي، لما بلقط النفس هو بحلل النفس حتى وانا قاعد بحكي محادثه عاديه. طبعا اللي بحكي على التليفون يعني هاي بنشجع احنا الحكي على التليفون كيف؟ هذا هو الهدف. فلذلك هون بلقط النفس عند الانسان، لما بلقط النفس عند الانسان بحلل النتيجه، اذا كانت النتيجه ايجابيه او فيها نوع من انواع الايجابيه الجهاز ما بعطي النتيجة لمستعمل الجهاز، لأنه كمان في أخلاقيات هم بدناش نحطه على ضغط، إنما بروح عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، بروح بيساوي كمان عملية نظام معلومات حسبية أدق بشوي صغيرة، ببعث النتيجة لطبيب العائلة أو لطبيب اللي هو بيعرف الشخص بشكل خاص. هناك لما بتوصل النتيجة للطبيب هو بقرر إيش يساوي. يعني اللي بدي احكيه انه الجهاز ما بغير محل الطبيب، انما هو بيساعد الطبيب، هو مركز دعم للطبيب.
فهون الطبيب بقرر ايش يساوي، هل يضله يراقب صحة المريض وهو يحكي على التليفون ويحلل نفسه، او من الناحية الثانية يدعيه عشان يساوي عمليات تشخيصية ادق شوي مثل الام ار اي والسي تي عشان يعرف موضع المرض بهي الحالة السرطان والى ما ذلك. هون احنا نرفض رفض تام انه الشخص مستعمل الجهاز يعرف نتيجة المرض تبعه، لأنه ممكن يفوت على ضغط نفسي كبير جدا من النتيجة نفسها. يعني واحد أنا عارف طلع له بالغلط إنه عندك سرطان بالرئة مرحلة 4 ستصيبه نوبة قلب بروح فيها، فمش هاي الأساس. فلذلك هنا عندنا الطبيب. إذا إحنا هون قاعدين نساعد الطبيب بالشكل التالي، يعني بدل ما يفوت 50 أو 70 عيان عند الطبيب في النهار، ممكن الطبيب يكون مكشوف لنتائج 70,000 عيان في النهار. طبعا مش كل النتائج توصل عند الطبيب، توصل بس النتائج الإيجابية. فلذلك هنا الطبيب يكون مكشوف لشريحة أوسع من الناس اللي ممكن يتم تشخيصها بهذا الجهاز. ككل فكرة الشيء ببلش بتخطيط، هالتخطيط اللي كان عندي قبل 3 سنوات، هاي الرسمة اللي رسمتها قبل 3 سنوات، هذا هو الجهاز اليوم. جهاز صغير بكبر 10 شيكل تقريبا، ما يعادل 10 شيكل، مبني اليوم بعدة خلينا نقول نسخ اللي موجود اليوم في عدة مستشفيات في إطار التشخيص الطبي في المستشفى. طبعا هذا الجهاز يتصل بجهاز الخلوي الحكيم عن طريق البلوتوث، أو إذا بدك تحطه عن طريق اليو اس بي بجهاز من تحت كمان ممكن، كل واحد كيف بريحه استعمال هذا الجهاز. الأجمل في هذا البحث أنه قدرنا نعطي إمكانية التشخيص المرض مش عن طريق أنه نحط فمنا على الجهاز نفسه، إنما تحكي من بعيد عن طريق عن بعد 3 سنتيمتر، هناك يتم التشخيص أوكي بدون أي إشكاليات تكنولوجية كبيرة. هذا جهاز الأنف الإلكتروني الصغير المصغر اللي نسميه سنيفون، صغرناه أكثر. لما صغرناه أكبر صرنا نحطه كلاصقة صغيرة تحت الأنف اللي ممكن يجس المرض، كمان يجس مؤشرات حيوية أخرى مثل نسبة الأكسجين في الدم أو نسبة التنفس وإلى ما ذلك. هاي هي طلع من وراها شركة بسميها شركة نانوفيشن، اللي اليوم بيقودوها طالبين من طلاب السابقين دكتور غريشا شوستر وسيري جليكسمان. شركة نانوفيشن اليوم تأخذ هذا الجهاز غريشا سيري، وفينا فريق اليوم 10 أشخاص بيشتغل في هاي الشركة. بنطبع إحنا المجسات هذولا ونحطهم تحت الأنف، لما نحطهم تحت الأنف ممكن يسوينا التشخيص بشكل سهل جديد. البروتوتايب بتقدر تشوفوه هنا، هاي اللاصقة إحنا حاطين هون سلوكي، مع إنه إحنا غيرناها إسا لبلوتوث، فيها بس كيانا لاصقة بواسطة النفس. مجرد يعني إنك ماشي، أنا عارف ماشي بالشارع ولا بتركض ولا نايم، بيتم التشخيص هنا لعدة أنواع أمراض رئوية مثل أمراض سي او في دي، أستما أو سليب أبنيا وإلى ما ذلك. تقدر تشوفوا دقة الجهاز، دقة الجهاز غريبة كثير هائلة. اليوم بقدر أقول إنه جهاز هاي بتقدر تشوفه لاصقة بتكلف حوالي 20 دولار. جهاز اللي بعطي نفس الإمكانيات ونفس الحلول اليوم بيكلف حوالي 15,000 دولار عن طريق شركات عالمية كبيرة اللي احنا نسميها مونيتورز، الموجودة في المستشفيات في غرف الطوارئ. فإذا اليوم بواسطة التكنولوجيا كان في نجاح هائل جدا، واليوم صاروا بانين حوالي 10,000-11,000 وحدة من هذا الجهاز. في إطار البحث تبعنا وصلنا لمرحلة إنه إحنا مش كل الأمراض نقدر نحللها عن طريق النفس، مع إنه في عدد كبير كان فيه نجاحات. مش النفس مرات مش بعطناش الراحة الكاملة في استعمال عملية التشخيص، ما فيش راحة كاملة. فلذلك كان فكرة أخرى اللي بلشنا نطورها، بعرفش إذا شايفين الصورة للأسف، يمكن لا شوي صعب. فكرة إنه نطور لاصقات حكيمة نسميها الجلد الإلكتروني، اللي ممكن نضعها على الجلد عند الإنسان سواء عند الإيد أو بالصدر، وهي اللاصقات تتفاعل مع المواد المتطايرة اللي تطلع من طريق العينات المرضية الموجودة بجسم الإنسان، تتفاعل مع هاي اللاصقة، ولما تتفاعل معها هاي اللاصقة تعطينا التشخيص. إيش الحسنات تبعون هذول اللاصقة؟ إنها لاصقة تطلع على جسمي 2-3 شهور قد ما بدي. واليوم نقدر نسويها احنا بشكل تاتو، اذا متذكرين البان البازوكا
يعني هلا ليه انا متذكرها البان البازوكا كنا نحط طبعه احنا اليوم بنقدر نساوي طبق بشكل يشبه تقريبا البان البازوكا اللي بتحطها على الجلد بتقدر تستعمل كمجسات عشان تشخص المرض. لهذه اللاصقه في ميزتين اللي احنا حاولنا نطورها او كان فكره نطورها. اولا ميزه اللي هي الشفاء الذاتي. اليوم اي جهاز الكتروني اذا بتمزعه او بتكسره ما بيصلح حاله، ما فيش امكانيه مثل هيك. فلذلك طورنا تقنيه اليوم اي جهاز الكتروني اللي ممكن تكسره او تقصه في المقص، جيب بس الشقف حط بعض هو بيلحم حاله بحاله، ولما بيلحم حاله بحاله ببلش يشتغل. يعني خليني بس احكيها بشكل ثاني، يمكن واحد لسه قاعد بفكر بيقول لي طب ما في عندنا سوبر جلو، بنحط السوبر جلو بين بين القطع الالكترونيات بيشتغل، ما بيشتغلش. سوبر جلو ما بيشتغل. انا هون بدي ارجع الجهاز يشتغل الكترونيا، مش بس يشتغل يعني من ناحيه الشكل يرجع لمرحلته الثانيه. الامر الاخر هو انه الجهاز بذوت حاله او بذوت حاله في الطاقه. يعني انا ما بدي بطاريه، يعني نفترض انا موجود في دوله نائيه، في قريه نائيه في دول العالم الثالث، وهناك ما في عندي بطاريات اغيرها، انا بدي الجهاز يزود حاله في الطاقه من حاله. فلذلك احنا بنطور كمان طبقه اللي هي تاخذ حركه جسم الانسان، من حركه جسم الانسان بتصير تطلع طاقه، تنتج طاقه، وهي الطاقه بتشغل الجهاز نفسه، بنسميها سيلف باور باللغه الانجليزيه. طبعا هاي الفكره كانت قبل عده سنوات، ولكن الفكره بتضل فكره اذا ما كانش في عنا امكانيه لتطبيقها في ارض الواقع. ولذلك احنا بلشنا نطبقها في ارض الواقع، ولكن قبل ما افرجيكم النتائج هنا، هذول اللاصقات عندهم كمان ميزه وهي التواصل ما بين اللاصقات. يعني نفترض انه في عندنا مجموعه من الناس الموجودين، كل واحد عنده لاصقه، ممكن انت تعرف كمان فيها اخلاقيات معينه لازم ناخذها بالحسبان، ممكن نعرف مين بني ادم عنده انا عارف مرض معدي عشان هيك بقربش على هذيك المنطقه، طبعا بدون ما نعرف شخصيته نفسها. وهدول اللاصقات وانا ماشي وبتطور مرض معين، هن موصولات عن طريق الشبكه العنكبوتيه، ممكن يتواصلوا مع الطبيب بشكل مباشر او عن طريق او ممكن يعطونا ايش بسموه ابيديميولوجي تبع المرض، يعني يعطونا الانتشار تبع مرض معين في العالم. على سبيل المثال كل كم من سنه بنسمع انه في فيروس او مرض معدي طلع جديد وقاعد بينتشر في العالم. فخلينا نتخيل انه هدول الاشخاص الموجودين في كثير دول حطوا هدول اللاصقه، وانت عن طريق الانترنت تقدر اليوم تشوف مين الاشخاص اللي هن مريضين او لا، عشان تعرف وين المواقع او الدول الخطيره او المدن اللي فيها خطر المرض اكثر من الدول الاخرى. هذا الجهاز تقدر تشوفه بنيناه على اسس تشبه بطريقه عملها جلد الانسان، ولذلك نسمي هذا الجهاز جلد الكتروني. جلد الانسان هون تقدر تشوفوه شريحة رقيقة جدا، شفافة، موجود عليها عدد كبير من المجسات، نقدر نضعها نلصقها على جسم الإنسان، تقدروا تقطعوها، ممكن ننطها كمان ما تخربش، تقدر تشتغل بشكل كثير منيح وبشكل دقيق. اللي بده يدعي انه اللاصقة ثقيلة، اللاصقة مش ثقيلة، اللاصقة عادة تنزل هون، الريشة وصلت قبلها على الأرض، متأسف شفتوش الريشة بس كان في هون ريشة المفروض تكون. الريشه وصلت قبلها على الارض، يعني هذا الجهاز هو اخف بكثير، يعني ما فيش هنا خلينا نقول مشاكل من ناحيه ثقل او من ناحيه الحركه في جسم الانسان. هاي اللاصقه نفسها او المجسات نفسهن بسبب صغرهن الكبير جدا كمان نقدر نبيجن مع الملابس. هون نقدر نشوف شال صيني، واللي بيعرف الشال الصيني دقيق جدا جدا جدا، فوتنا فيه مجسات من جوا. مجسات انتم مش شايفينها بس شايفين دكتور ميتان ساجر، دكتورانتة لسه اليوم هي رئيسة شبكي، حاطة بس هون اشارة وين موجود المجس. تقدر تشوفوا انه هدول المجسات بيشتغلوا كمان، هن موجودين بقلب الملابس مثل هون الشال الصيني. بتقدر تشوفوا انه هون في كمان شوية تبلش تتنفس، طلعوا هون على الشرائط الكهربائية، بتقدر تشوفوا في تغييرات نتيجة للتفاعل الكيميائي ومن ثم انتاج الشرائط الكهربائية من النفس. حسب النفس، حسب طريقة النفس، احنا بنقدر نميز نوعية المرض واعراضه كذلك. بعد ما طورنا هذول المجسات اللي بيشتغلوا وصلوا لأي مرحلة من الدقة، بلشنا نطور الجهاز او الخاصه اللي ممكن يشفي حاله بحاله او يصلح حاله بحاله.
فلذلك طورنا نوع من انواع المواد اللي اذا ما بتقطعه بصير عنده ذاكره، ذاكره كيميائيه. هاي الذاكره الكيميائيه بتقدروا تشوفوها عن طريق مواد كيميائيه خاصه بنيناها، تقدر ترجع بعد كم من دقيقه لموقعها العادي. لما بترجع هي بتصلح حالها من ناحيه ميكانيكيه، كمان بتصلح حالها من ناحيه الكترونيه، ولذلك الجهاز اللي تضرر او انقطع ممكن يرجع يشتغل بشكل دقيق جدا كيف انتم شفتوا هناك في الصوره. هاي مثال على الجهاز لما حشطناه، هاي هون حشط بعد 10 دقائق وبعد 30 دقيقة، تشوف بعد 30 دقيقة صلح حاله بحاله بدون أي تدخل خارجي، لحاله بصلح حاله. هون تقدر تشوف الجهاز بيشتغل قبل القطع وبعد القطع. من هون من المقارنة ما بين الرسمين البيانيين موجودين هون تقدر تشوفوا انه النتائج متشابهة ما قبل عملية القطع تبعية الجهاز وما بعد ما صلح حاله، كمان مرة بدون أي تدخل خارجي. جبنا القطعتين حطيناها حط بعض هو يساوى باقي الشغل، إذا الجهاز يعمل كمان كمجسات. الأمر الآخر قدرنا كمان نساوي عملية التزويت الذاتي تبع الطاقة، وهم تقدروا تشوفوا نتائج، مش راح أفوت على تفاصيل النتائج، إنه في عنا تزويت ذاتي من الطاقة، يعني اليوم حسب دقات القلب بدون حتى حركة جسم، يعني أنا قاعد بس حسب دقات قلبي أنا بقدر أزود الطاقة اللي تشغلها الجهاز. اليوم نقدر نزودها بما يعادل حوالي يوم، بس احنا قاعدين نحاول نمدد هاي الفترة لمدة شهرين وثلاثة، وبعدين بشرح ايش السبب اللي بدنا هاي الفترة الطويلة. واليوم ممكن تسألوا طيب هاي الأمور تبدو معقدة جدا، بالفعل معقدة جدا من ناحية التطوير، ولكن أنا بدي أحب هقول يعني تصريح مني من حسب خبرتي اللي بقول إنه اليوم بناء جهاز معقد أسهل بكثير من جهاز سهل الاستعمال ورخيص. هاي أنا فكرتي، عشان أبني جهاز اللي هو متداول في يد جميع الناس بشكل رخيص وكمان بشكل دقيق، أنا في عندي حاجة إنه أطور تكنولوجيا دقيقة، ولكن تطويرها كمان بيستغرق قسم من الوقت. بدي أفرجيكم اليوم بعد عدد كبير من السنوات لوين وصلنا من ناحية سهولة بناء هاي الأجهزة. سهولة بناء هاي الأجهزة بتتطور بالشكل التالي، ما فيش حاجة أفوت على غرف نظيفة ومختبرات كبيرة جدا مثل انتل وتاور سيميكوندكتورز وإلى ما ذلك عشان أبني هدول الأجهزة. الشيء الوحيد اللي بدي إياه قلم حبر أو طابعة. قلم حبر بطلع منه الحبر العادي، بفوت عليه مواد أو حبر اللي إحنا طورناه، حبر ذكي اللي إحنا طورناه، بقلبها الحبر في مجسات صغيرة جدا اللي قطرها أقل من قطر الشعرة بمئة ألف مرة. هون هذا القلم هو موجود فيه بقلبه حبر اللي احنا طورناه بسموه بولي انيلين مع جزيئات الذهب، بنكتب اسم الفريق تبعنا. خلص هيك احنا كتبنا الجهاز على ورقه، خلص بناء الجهاز الالكتروني. طبعا تسالوني هاي رسم كثير حلوه بس خلينا نشوف اذا الجهاز عن جد بيشتغل. هذول كمان خطوط كتبناها احنا في نفس القلم، هذول الخطوط كل واحد له ميزاته الخاصه، ولكن تقدر تشوف هون انه الخط الحبر لما هو موصل كهربائيا، اولا هاي خاصه اللي احنا طورناها انه يكون موصل كهربائيا، طلع هون على الشاشه. لما نبلش نقيس التوصيل الكهربائي الموجود هنا، بلش في عندنا توصيل كهربائي. اذا الباحث ويوي بتنفس على الجهاز تقدر تشوفوا انه الشاره الكهربائيه اللي كانت هون تغيرت بشكل كبير نتيجه لتفاعل جزيئات اللي بتتعلق في صحه البني ادم مع هذول المجسات. اذا نقل ايده على محل ثاني تقدروا تشوفوا، اذا كمان مره بتنفس على منطقه ثانيه من الجهاز تقدروا تشوفوا هون انه بعطينا اشارات اخرى اللي هي مختلفه تماما، اللي هي بتعطينا اسس الانف الالكتروني. اذا اليوم عشان ابني جهاز انف الكتروني اللي بدي اياه قلم حبر وحبر. اذا بدكم تستعملوا طابعه الموجودة بالبيت عندكم كمان تقدر تستعمل طابعة عشان تبنوا هاي الأجهزة. ولكن أنا بدي أقول هاي النتائج هي نتائج مخبرية، ما قبل ما نطلعها على يعني كميات كبيرة يتطلب يعني قسم من المجهود، ولذلك كان في قدامنا طريق نطور المشروع، ولكن حبيت أفرجيكم وين إحنا بدنا نتقدم. لو ممكن تسألوا طيب إحنا طورنا كل هاي الأجهزة وين إحنا بنقدر نستعملها؟ وواحد من الاستعمالات الاكبر يعني اصعب تحدي في حياتي الاكاديميه والبحثيه لحد اليوم
هو مشروع اللي بنسويه مع بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت وصاحب شركة مايكروسوفت لمساعدة الناس والأشخاص في دول العالم الثالث. وهون في تحدي كبير جدا انه الناس الموجودين في دول العالم الثالث في الدول الفقيرة هن مليارات، يعني اذا بدي اخذ الصين والهند لحالها هي 2.5 مليار، اذا بدي اخذ كمان افريقيا هي عندها 3 مليار، يعني تقريبا نص العالم هن في عندهم فقر كثير غريب. في هناك ثلاث صفات لهذا الفقر، اولا انه الشخص يعمل هناك يوم كامل على اقل من دولار واحد في اليوم، على اقل من دولار واحد باليوم. الامر الثاني 60% من الاشخاص الموجودين في دول العالم الثالث موجودين في قرى نائيه، وهذه القرى النائيه ما فيها لا كهرباء ولا مي. يعني اذا بدي اطور جهاز انا بدي اطور جهاز اللي هو لا بيشتغل على مي ولا على كهرباء، فلذلك احنا طورنا جهاز اولا بيشتغل على الحركه وفيوش بطاريات، وجهاز عشان نستعمله ما بيش كل مره نغيره ونروح على الاماكن النائيه بصلح حاله بحاله. فهي ممكن تفسر لكم ليش احنا اخترنا تطوير هذاك الجهاز مع هذيك المواصفات. واحدة من الأمراض اليوم اللي نحاول نحلها أو نشخصها بواسطة جهاز الجلد الإلكتروني اللي طورناه هو مرض السل. يعني ممكن توافقوني إنه اليوم في عنا تقريباً 80-100 حالة سل في البلاد هنا، وفيش حالات سل كبيرة في الدول العالم الغربي لأنه انحلت هاي المشكلة. ولكن إذا تطلعوا اليوم ثلث العالم عنده مرض السل، وأغلبهم في دول العالم الفقير. ثلث العالم يعني حوالي 2.5 مليار ل 3 مليار عند مرض السل. غالبيه الناس اللي عندهم مرض السل ان المرض سل مخفي. شو يعني مخفي؟ مرض السل موجود ولكن ما فيش عوارض جانبيه، لا تعبان ولا متوجع ولا حامي. ولكن قسم منهم 5% موجود عندهم مرض سل اللي بنسميه فعال اكتيفي، نحن بنشوف كل العوارض الجانبيه، ومن هذول الاشخاص بيموتوا سنويا ما بين 3 مليون ل 4 مليون شخص في دول العالم الفقير. فلذلك ممكن تيجي تسأل سؤال، طيب احنا حلينا المشكله في العالم الغربي، ليه ما نحلهاش احنا بواسطه نفس الادوات، ناخذ الادوات على العالم الفقير وهناك نحل المشكله. وجوابه بسيط جدا، قسم من التقنيات الموجوده هنا هي غير دقيقه ولذلك ما اقدرش استعملها للتشخيص لحالها. التقنيات الدقيقة مثل جهاز بسميه جين اكسبرت دقيق جدا، بعطي نسب نجاح ونسب تشخيص 93% وفوق، وهدول نسب النجاح إلهن سعرهن الخاص. يعني عشان الواحد يتم تشخيصه في دول العالم الثالث بواسطة هذا الجهاز لازم يشتغل ما بين أسبوعين لثلاث أسابيع، أيامات كاملة عشان يساوي عملية تشخيص واحدة. ما بتخيلش في ابو ولا ام انا عارف اللي خايفين على صحتهم من مرض السل ممكن يساوي هاي عمليه التشخيص على حساب اولادهم. فلذلك الشيء هو مادي. وهون الهدف مع مشروع بيل جيتس هو تعال نطور كل هالجهاز اللي حكيت لكم عليه والمعقد بنص دولار. هذا هو تحدي كبير. التحدي اليوم ترجم الى لاصقه بتقدروا تشوفوها هون. اللي ممكن تنحط على الصدر، ممكن تعطينا بعد تفاعل كيميائي معين وبعد عمليات الكترونيه حاسوبيه تعطينا لونين، لون اخضر ولون احمر. لون احمر بقولنا اذا الشخص مريض بالسل، لون اخضر اذا الشخص هو معافى. طبعا هون بدنا كمان صوره الاستعمال. هذول اللاصقات فحصناهم في محلين في العالم، بجنوب افريقيا في كيب تاون في الهند في نيو دلهي على اكثر من 1000 شخص. هذول النتائج هسه اللي بعطيهن على تقريبا 566 شخص، مع انه في عندنا نتائج اكثر. هون بتقدروا تشوفوا انه قدرنا نميز الاشخاص اللي عندهم مرض السل بواسطه هاي اللاصقه البسيطه من الاشخاص اللي ما عندهم مرض السل بنسبه دقه ما تعادل 86% ل 89%. عن طريق الجهاز فقط بتحطها 5 دقائق بتشخص المرض. والأكثر من ذلك قدرنا نميز مرض السل المخفي من مرض السل اللي هو فعال كمان بنسب دقة عالية جدا بين 88% ل 94%. يعني اليوم عشان الواحد يميز مرض السل المخفي شغلة في بالغ الصعوبة، ولكن سعادتي كان في عنا هون إنجاز تشخيصي ممتاز.
طيب شخصنا الامراض، خلصنا تشخيص الامراض، طلع في مرض كيف بدنا نحل المرض، وهذا هو القسم الاخير من المحاضره. وهون في عنا عده امكانيات كيف نعالج المرض. الطريقه الاولى من علاج الامراض اليوم هو عن طريق لاصقه اللي ممكن نحطها على جلد الانسان. هاي اللاصقه بيكون في عندها عده طبقات، وواحد من هذول الطبقات تحوي على ماده فعاله، يعني الدواء نفسه اللي ممكن يتحرر او يتخلخل شوي شوي في جلد الانسان عن طريق جلد الانسان، وعنده خواص اللي هو ما يمتص عن طريق جلد الانسان ولكن يمتص في مواقع اخرى في الاعضاء الموجوده او الاعضاء المصابه. كيف انتم بتشوفوا هون تقدر تشوف انه المواد الفعاله هون الخضراء قاعده تمر عن طريق الجلد وشوي شوي قاعده تمشي اتجاه المناطق المصابه في جسم الانسان، وهيك بتقدر تعالجها. فممكن احنا نحدد موقع مرض معين ونقول الدواء روح هناك، بسموها controlled release او personalized treatment، او ممكن نروح على عده اعضاء في الجسم اذا كان المرض منتشر في عده اعضاء في الجسم. هاي واحده من الطرق اللي هي اليوم في لها عده استعمالات، ولكن تقدر تشوفوا انه هاي الطريقه تستعمل لامراض خفيفه بسيطه. الامراض المعقده اكثر مثل الامراض اللي هي بتتعلق في الدماغ او الاعصاب او خلل في توصيل الكهربائي في الخلايا العصبيه في جسم الانسان، هناك في نانو روبوتات يعني رجال اليين كمان مره اللي اصغر من قطر الشعر ب 100 الف مره اللي ممكن تاخذ قسم كبير منها تبلعهم في جسم الانسان ويدوروا في جسم الانسان، ولما بشوفوا في خلل بشكل اوتوماتيكي بروح على هذا الخلل بمدوا ذراعات، لما بيمدوا هذول الذراعات تبعونهم بيقدر شوف انه قدروا يساعدوا على التوصيل الكهربائي محل الموقع اللي كان فيه خلل. بتقدر تشوف انه هان نار الروبوت اجى على الموقع طلع ذراعات اللي هي اشياء كيميائيه او بنسميها كيميكال لايجنز، وساوى التوصيل محل الموقع اللي فيه خلل توصيل كهربائي. هاي طريقة أخرى اليوم تستعمل، والطريقة متقدمة اليوم لعلاج السرطانات اللي صارت موجودة بقسم من المستشفيات مع أنها بعدها مش منتشرة كتير، هي كيف أنتم شايفين على الشاشة لما بكون عند البني آدم ورم سرطاني خبيث على سبيل المثال في الدماغ، مع أنه نفس الطريقة تستعمل وتطبق على عدد كبير من المناطق في جسم الإنسان. هون بتقدروا تشوفوا انه اللي بنسويه انه بنجيب جزيئات صغيره جدا من براده الحديد، اوكي؟ مش بالضبط براده الحديد، بس اذا بتاخذ البراده الحديد بتصغروها كثير نوصل لهي الجزيئات اكسيد الحديد. هاي الجزيئات بناخذ 4 مليار جزيء، 4 مليار جزيء مش كثير كبار، بفوتوه ملي لتر واحد من المحلول، ولما بناخذ هذا الملي لتر واحد من المحلول ما بنفتح دماغ المريض بمنشاره ولا بازميل ولا بشاكوش طبي، انما بنفوت ابره الى داخل الدماغ عن طريق الجمجمه، وهنا بنفوت المواد الانتقائيه اللي حكيت عنها الى الورم السرطاني. هذول المواد بيعرفوا يرتبطوا فقط الى الخلايا السرطانيه ولا يرتبطوا الى الخلايا المعافاه اللي انتم شايفينهم هنا على الناحيه الشمال. بعدين بفوتوا كل الشخص على جهاز الذبذبات المغناطيسيه، وهنا الذبذبات المغناطيسيه بتبلش تحرك الصدى النانومتري، لما تبلش تحرك هدول الجزيئات النانومترية بتبلش تهزهم بشكل كتير سريع، ولما تهزهم بشكل كتير سريع بتعلي درجة حرارتهم، ولما بتعلي درجة حرارتهم هن بصيروا يدوبوا المادة اللي هن ملتصقين عليها، بهاي الحالة الخلايا السرطانية. هون بتقدروا تشوفوا انه هون بلشوا يحموا، بلشوا يعرقوا شوي، وهون بلشوا يدمروا الخلايا السرطانية. ولكن الأجمل من ذلك انه هدول الخلايا مش موجودات، المواد الجسيمات تبعون البرادي مش موجودات على الخلايا المعافاة، فلذلك احنا بندمر بس الخلايا السرطانية ولكن الخلايا المعافاة بتضلها معافاة، ولذلك كمية العوارض الجانبية اللي ممكن تحصل في العلاج هي أقل من علاجات أخرى مثل الكيموثيرابيا اللي احنا بنعرفه وبنسمع عنه. الأمر الأخير هو في علاجات معقدة أكثر اللي لا هي زبطت ولا هي زبطت ولا هي زبطت، بنحاول نستعمل أو نستعين في روبوت رجل آلي. رجل آلي في عدة أنواع من الرجال الآليين، هذا رجل آلي بنسميه دافنشي. إحنا عندنا هون إس في تطوير قسم من التيب تبعه. هون تقدروا تشوفوا إنه دافنشي بياخذ حركات إيد الطبيب
لمرات قد ما بده يكون دقيق وقد ما بده يكون شاطر في شغلات ما بيقدر يسوي، ما بيقدر يساوي يحرك ايده 360 درجه من جميع النواحي. لكن هذا الروبوت بيقدر يحرك ايده 360 درجه، وممكن بدل ما يفتح فتحه في جسم الانسان للعمليه الاستنساخيه يقدر يساوي العمليه بنص سنتيمتر فقط لا غير. فهون هو باخذ الحركات تبعون ايد الطبيب بحولها لحركات اضاق، والطبيب هون بوجه الروبوت وين يروح وكيف يروح وكيف يستأصل الورم او كيف يساوي العلاج بشكل دقيق جدا. اليوم نفس الروبوت بطل يشتغل مع طبيب، صار يشتغل لحاله. وهون طبعا في خطورات من ناحيه التصريحات اللي ممكن الواحد يحصل عليها، يعني ايه وسط الطبيب في نفس الروبوت ممكن يشتغل عن بعيد، انت تبرمجه من البرمجه تبعيت الروبوت ممكن يفوت ويساوي العلاج. على سبيل المثال كان في عمليه قبل سنتين، الطبيب الجراح قاعد في نيويورك والعمليه صارت في باريس عن طريق هذا الجهاز. من نيويورك عملوا العمليه الجراحيه بشكل دقيق ونجحت العمليه. هذا هو المستقبل اللي قاعد بستنانا اليوم في عالم الطب. واليوم بتسالون لربما طيب ليش بعده مش موجود بكثره؟ اولا لانه غالي، مش لانه مش موجود، لانه غالي كثير كثير. الامر الثاني في اشياء تصريحيه تتعلق بالتصريحات ريجولاتسيا اف دي اي فود اند دراج ادمنستريشن على سبيل المثال، او في دول مختلفه اللي لازم الواحد ياخذها قبل ما نبلش نستعمله بشكل عملي في المستشفيات او ننشره في جميع انحاء العالم. احنا هون كان لنا اس في تطوير مجسات اللي بتوضع على التيب الصغير الموجود هنا عشان يحس زي ما بحس باصبع الطبيب بشكل دقيق جدا. هون بلخص المحاضره باكم من رساله ممكن تاخذون معكم على البيت. لسعادتي فريق ابحاثي اثبات علمي فرضيه علميه عمرها 2400 سنه، ولكن الفرضيه العلميه ما خليناها فقط مقيده ل المقالات العلميه، انما جبناها لجهازين، جهاز انف الكتروني ممكن يشم المرض عن طريق النفس، وجهاز جلد الكتروني ممكن يشم المرض عن طريق ويراقب المرض عن طريق الجلد. الامر الهام للجيل الشباب اللي قاعدين هنا انه اليوم انك تطور تكنولوجيا بدون ما يكون في عندك علوم ما بتزبطش. يعني اليوم عشان تكون عندك فكره لازم تثبت العلوم اولا، تكون واقف على ارض صلبه ومن هناك تطور التكنولوجيا. بعدين اذا الواحد ساوى العكس النتيجه ما بتكونش مضمونه. اسمحوا لي في اخر شريحه الكترونيه اتكلم واشكر اولا سينمان على الاستقبال وعلى الترحيب العلمي والاكاديمي في هذه المحاضره وفي محاضرات اخرى، هي شغله كثير هامه لمجتمعنا، فشكرا كثير لمؤسسي سينمانا. واشكر جمعيه المرام، جمعيه اللي اقيمت عن طريق عدد من اساتذه في الجامعات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم العلوم والتكنولوجيا في المجتمع العربي. العمليه الجمعيه هي جمعيه تطوعيه اللي بتضم عدد من الاساتذه، بروفيسوره منى مارون من جامعه حيفا، بروفيسور اشرف بريق، مش شايف من الشخص بروفيسور سليم زروبي، اسف اللون مش واضح، بدي امرق عن هالشخص دخليه للاخر، دكتوره رانيا حسين فراج، بروفيسور محمود جبارين من تخنيون، جاك حداد بروفيسور جاك حداد، وبروفيسور نبيها ايوب، في بروفيسور ادريس تيتي من الرياضيات اللي ما كانش بهاي الصوره ولكنه هو شخص كثير فعال في هذا المجال. الشخص المحرك من وراء هاي المجموعه هو شخص بيشتغل بهدوء كثير، دكتور اسامه معلم مدير المدرسه المعمدانيه، شخص اللي اخذ على عاتقه مهمه معنا نقدم العلوم والتكنولوجيا بشكل كثير منيح في المجتمع العربي، وذلك بواسطه اعطاء محاضرات او سلسله محاضرات للجامعات للطلاب سواء في الجامعات او في المدارس الابتدائيه الاعداديه والثانويه. فهي فعاليات بنسويها كل واحد منا، يعني بنسوي عروضات لمالين في اولاد العبراني. واحد اثنين في عدة مشاركات لإلنا في مباريات علمية مثل الهاكاثون ام اي تي اللي سويناها قبل كم اسبوع مع جمعية حاسوب واشياء اخرى. اقمنا بدي اكشف شوي عن المشروع لربما عذرا دكتور اسامة، اقمنا موقع علمي في اللغة العربية
اللي بضم حوالي أكثر من 3000 معلومة علمية في اللغة العربية، اللي راح يفتح كمان جمعتين لجميع الأشخاص اللي بيهتموا بالعلم بطريقة مبسطة بمجاني. فالشيء الوحيد المفروض على كل واحد معني في هذا الموقع أن يفوت عليه ويقرأ أشياء غريبة جدا. أنا عارف كيف يشتغل الميكروفون ولا ليش بود والضال ولا يشوف فيديوهات وإلى ما ذلك، فانتظرونا. فشكرا لهاي المجموعة اللي بتقوم بهاي الفعاليات، شكرا لكل واحد منكم بيساهم لمصلحة مجتمعنا ولتقديم المجتمع سواء اجتماعيا علميا تكنولوجيا، وشكرا على الإصغاء، شكرا جزيلا. شيقة وأكثر بكثير من توقعاتنا بدون أدنى شك، يعني قرأنا صارت أقرأنا مبسطة قريبة مفعمة بالتفاؤل، يعني عم فينا فعلا كل الأشياء الموجودة هون فعلا نادي للتفكير، وهذا كمان للفكرة مستقبل قريب يعني ممكن نشوف الأمور. سؤالين بعد إذنك بعدين نفتح باب الأسئلة والجواب. أكيد السؤال الأول، اسم الموقع اللي ممكن يتفتح يطلق خلال أسبوعين؟ المرأة عشان ننتظره. الأمر الآخر بالنسبة لحضرتك طرقت القضية بكل ما يتعلق بالابتكارات اللي ذكرتها حضرتك، متى متوقع أن تكون يعني في تناول الغياب في هذه الأمور اللي الإنسان بيعطيها لشو المستشفيات؟ حكيت يعتمد الإشي على تطوير القضية، ما لك توقعات تقريبا؟ اليوم في مركز اليوم في عدة شركات اللي أقيمت وأخذوا براءات الاختراع عشان يطوروها بشكل تكنولوجي، أنا وظيفتي كعالم خلصتها في إطار هذول الاختراعات. فلذلك قاعد بتوجه اختراعات مستقبليه جديده كثير، اليوم في عده شركات اللي اخذوا براءات الاختراع، شركات عالميه، بحاولوا يطوروها بكميات كبيره ويطلعوا عن طريق التصريحات، متوقع ما بين 3 سنوات حسب مرض السل لمرض السل، ما بين 4-5 سنوات لمرض السرطان، لما بنحكي على حوالي 1000 جهاز بالجمعه انتاج. مساء الخير. أقول بصراحة في كل احترام لهذه الإنجازات، حكيت جملة مرة وأنا بعيدة كمان مرة، النسر لا يطوي جناحيه ما دام هنالك قمم أخرى. السؤال المختصر اللي أنا استوحيته من المحاضرة، لماذا لا ينكشف هذه الآفاق وهذه الآفاق العلمية للشاب العربي حتى يختار ويستلهم مهن مستقبلية على ضوء ما تطرقته؟ شكرا. أشكرك على السؤال. في الواقع أنا أجوب المدارس والجامعات والمجتمع العربي والمجتمع اليهودي في العالم، بسافر كثير عشان أكشف الطلاب ابتداء من المدارس الابتدائية حتى الجامعات لهذه المشاريع، عشان يبلشوا يفكروا في مهن مستقبلية غير متداولة في مجتمعنا وغير معروفة في مجتمعنا. في قسم من الطلاب بالساعات الجديدة بتقبلوا بيفتحوا راسهم لأشياء جديدة، في قسم آخر في عنده اهتمامات أخرى. فلذلك المجهود اللي إحنا مسويه كفريق أبحاثي مسويه مجهود كبير من ناحية التربية والتعليم ومن ناحية نشر هاي المواد، ولكن التقبل هو كل شخص واجتهاده الشخصي. التواصل تقدر تشوف انه في فيديوهات اللي انعملت عن طريق مساقات علميه اللي نشرت ل 118,000 شخص في العالم سجلوا فيها. هل الطالب العربي هون للاسف الشديد سجلوا قليل، بس بكل العالم سجلوا كثير. هون انا بتخيل انه في عندنا بعد خلينا نقول تحديات في التربيه والتعليم اللي بنشتغل عليها، وبتامل نحاول نحلها في المستقبل مع الطالب والطالبه. مساء الخير. بدي اسال اذا ممكن واحد يخترع شغله بنفس الطريقه اللي جلد الماده نفسها ممكن تصلح حالها، ممكن شيء يدمره لعضو من اعضاء الانسان، يعني مثلا اذا خشطت ايدي ممكن ايدي تطيب لحالها، اذا صار عندي جلطه بالقلب يعني ممكن هذا الشيء ينشف لحاله؟ الجواب هو نعم، ممكن نستعمل هاي البوليمرات وندمجها مع اعضاء، ولكن في مرات خطر احنا ما بنحبش نقرب عليه حاليا، اللي هو ممكن يكون مسام. فلذلك حاليا احنا تركيزنا على الاشياء الاعضاء الخارجيه اللي هو اسهل من ناحيه التطبيق، ولكن نظريا
ممكن هاي الاشياء. اليوم في شركه بسموها فيلت من طلاب بيخلصوا عند الدكتوراه اللي بيطوروا هالجلد الالكتروني عشان يحطوا محل جلد اللي انحرق ويصير يحس محل الجلد ما بيشتغل. هل يمكن الوصول لمرحله انه العلاج يكون علاج وقائي مش علاج يعني بدون علاقه بالاكتشاف المبكر مثل الفيروسات مثل الانفلونزا؟ اليوم بالفعل واحد من الاشياء اللي بنحاول نطورها وجمعيات كثير بتحاول تطورها هو انه العلاج يكون علاج وقائي. ولكن هناك بالعلاجات في عندنا كثير تحديات، يعني تحديات اليوم بالعلاجات هي اكبر من تحديات في التشخيص نفسه. فبنقول بعدين ما الواحد يلاقي العلاجات الصحيحه تعال نحاول احنا نحل الامور بواسطه التشخيص المبكر. يعني بدي اعطيك مثال، في سنه في سنوات السبعين، باول سنوات السبعين رئيس الولايات المتحده الامريكيه قال بنحط 700 مليار دولار بنحل مشكله السرطان خلال 10 سنوات. مرقوا ال 10 سنوات باربع مرات، هاي صاروا 40 سنه. بعدنا في اول الطريق. فالعلاجات اليوم معروف انه اصعب تطويرها من التشخيص، فلذلك احنا بنقول تعال التشخيص، ومن ناحيه ثانيه تعال نحاول ندمج العلاجات فيها. فهي القصص استراتيجيه وقصه توقيت. عندي حكيت على نتائج دقة على 88% 90% 75%. طبعا في هون ايش بسموه فورس بوزيتيف فورس نيجاتيف، ممكن تكون النتيجة ايجابية بس فيش مرض او نتيجة سلبية والمرض موجود. اكيد لما تطلع عنا نسبة معينة انه مثل 88% المرض موجود بده تكملوا في اتجاه انه تدققوا 100%، مشان مش ممكن نبدا علاج لواحد مثل عنده ام اس قبل ما نتاكد 100% انه عنده ام اس. فهل انتم بتوقعوا انه نسبه الدقه تبعت الفحوصات هاي رح تزيد؟ توصل مره مع الوقت يمكن في عندك سامبل اكبر من 8000 واحد، شوي شوي تدقق اكثر فرصه تقرب اكثر ل 100%. بدي بلش من النقطة الأخيرة، أولاً ما فيش اليوم جهاز في العالم لا الـ MRI ولا الـ CT ولا الـ X-ray ممكن يوصل لـ 100% ولا قريب لهناك. بايوبسي بايوبسي 98% بايوبسي 98% بس 100% ما فيش هذا اليوم بيقدر يوصلها. اللي أنت بتحكي بدك توصل لنسب دقة 100% صادق لما بدنا نساوي سكريننج، يعني بدنا ناخذ الناس الموجودين بالماشين في حياتنا اليومية بشكل معافى وبطريقة صدفة نشخص هل في عنده خطر لمرض معين. مش بس هيك، لما بكون عنده الخطر دغري بنوديه عند الطبيب والطبيب ساعتها بيعطي العلاج، هاي بنسميها سكريننج. لما انت بتاخذ نسب، بدي اعطيك مثال على نسبه السي تي، السي تي اليوم لتشخيص امراض السرطان نسبه دقته مش اكثر من 84%، واذا بتحكي مع خبير في السي تي بقول لك كمان بنزل ل 75%. ولكن في هاي الامكانيه احنا بناخذه كترياج، يعني بناخذه كتشخيص هل في شخص عنده خطر مرض معين، واذا في عنده خطر بنروح على هيرارخيا معينه بنسوي كمان تشخيص عشان نتاكد انه المرض موجود. هل اليوم اللي احنا بنسويه اليوم الشخص الموجود انا شخصناه بالسي تي عنده مرض سرطان مجبورين نسوي له بايوبسي عشان نتاكد، ولكن خلينا نشوف انه السي تي عنده 100% دقه انا فيش حاجه اسوي البايوبسي. فالقصة اليوم وين التدريج تبع الارقام تبعونك، انت بتحط التشخيص بالمحل المناسب او كدياجنوزيس كتشخيص او كمونيتورنج مراقبه او كسكريننج. اليوم الغالبيه العظمى حسب الارقام الموجوده اليوم بتساوي ترياج اللي هو سكريننج، بس مش مباشره بتروح على العلاج، انما بتروح لكمان مرحله لاجهزه ادق، بس انت بتوفر قسم كبير من الموارد اللي انت كطبيب او كمستشفى بتحط هناك عشان تتاكد من المرض نفسه. الفولس نيجاتيف كمان بخوف، كمان فولس بوزيتيف بخوف، فلذلك اليوم كمان مره حسب وين انت موجود من ناحيه الارقام بتحطه انت في الهيراركي. يعني اليوم بتقدر تقول البيت سي تي على سبيل المثال عنده نسبه دقه 99%، جهاز رائع جدا. بس كمان في عنده مشاكل، انك انت بالمراحل الاوليه ما بتقدر تكشف السرطان، ما بتقدرش اليوم تسمح لواحد كل مره 3000 دولار كل يوم تساوي كل شهر 3000 دولار على بيت سي تي. فلذلك احنا بنقول تعال ناخذ الجهاز بالحياه اليوميه ونساعد الاجهزه الكبيره تكشف عن هاي الحالات الصغيره احسن من ما احنا خلينا نقول نضيعها من قبل. مساء الخير، يعطيك العافيه بروفيسور حسام، الله يخلي لي اياك ويكثر امثالك. في عندي سؤالين، سؤال بتعلق في الاكتشاف المبكر في احدى محاضراتك بشفعان بالذات،
أنا سألتك عن هل أدي بعاني المجتمع كيف نشوف رجال الطب شاهدين على هذا العقم عند كثير من الأزواج إذا كان الشباب أو الصبايا. فأنت فاتح هون أمل كبير كثير كثير عندك إنه الاكتشافات المبكرة هل أنت بتساعد للعلاج المبكر وللنجاح في الشفاء. هل أنت كنت حاكي مرة إنه في دكتورة راح تشتغل على هذا الموضوع؟ هل في فريقك الفظيع هذا بالتخنيون حدا بدي يشتغل على موضوع الاكتشاف النانو تكنولوجي للعقم عند الذكر والأنثى؟ هاي سؤال أول. السؤال الثاني، حكيت عن العلاجات بالجلد بالمجسات اللي على الجلد. سؤال، إذا كان في مرضين هل مجسات تنتين بنفس الوقت ممكن تستعملهم للعلاج ولا واحدة بتخرب على الثانية؟ شكرا جزيلا على الأسئلة. السؤال الأول، كيف عدتك بالمحاضرة اللي قبل أو حكيت لك طبيبة في اليوم طبيبة نساء صارت تشتغل 8-9 سنوات عند عيادة خاصة، ولكن شافت أنه صارت الشغل عندها روتيني، فقالت بتساوي PhD دكتوراه، فبتساوي دكتوراه والموضوع الدكتوراه تبعها هو العقم وتشخيص خلينا نقول البويضات ونوعية البويضات أو اللي يسموها الأجنة بطريقة غير اجتياحية. اليوم فينا تطور كتير ممتاز، واليوم نقدر نميز بواسطة بطريقة غير اجتياحية اليوم مين هو البني آدم اللي عنده إمكانية يكون عنده عقم أو أقل، بطريقة كمان مرة بكبروف كونسبت حاليا بعد مش متطور كتير لأنه في عوائق علمية كتيرة، نقدر نشوف مين اللي عنده عقم مين فيش عنده عقم. نقدر نشوف إيش اليوم لما في عندنا اجنه بسوها بالIVF بالIVF نقدر نشوف اي واحد من هدول الاجنه هو الجنين اللي لازم نفوته على الرحم عند المراه حسب نوعيته، هل نوعيته عالي ولا نوعيته واطي. اليوم بيستعملوا شيء بسموه مورفولوجي عشان يشوفوا نوع الجنين، جنين بقلب جودة الجنين، نقدر نشوف جودة الجنين. اليوم بيستعملوا طريقة بسموها المورفولوجي اللي هي دقيقة مش كتير، طريقة مش كتير دقيقة. اليوم احنا طورناها بشكل منيح اللي ماشيين في هذاك الاتجاه. لا يمكن انه احنا كمان مرة كل مرة بتسألين عن السؤال بنضل ببداية الطريق، لانه كل مرة احنا بنفتح بنلاقي جواب بيطلع عليه قدام 1000 سؤال، لكن تقدمنا منيح. الجواب الثاني، هل المجسات الموجودة على نفس جلد الإنسان ممكن يميزوا مرضين موجودين هناك أو يعالجوه؟ الجواب هو نعم. في كثير من الأبحاث اللي نشرناها بنقدر نحكي على سرطان الرأس والعنق head and neck وسرطان الرئة الموجودين عند نفس الإنسان. يعني اليوم بني آدم عنده سرطان الرئة وكمان بتطور بنسبة 50% سرطان رأس والعنق، الجهاز نفسه بيقدر يميز هل هو سرطان رأس والعنق أو سرطان رئة أو اثنين مع بعض. 17 مرض اللي حكينا عنهم للأسف الشديد قسم منهم كان أشخاص اللي عندهم عدة أمراض مع بعض، كمان قدرنا نميزهم والعلاج هو بنفس الطريقة. ضمن الأبحاث تبعون الأطفال أو أولاد أو في أي أسلوب عائلي؟ أبحاث أطفال كان في على الأسمى، على الأسمى كان في عنا على الأطفال على الكرون ديزيز، وبسه حاليا نشتغل على مرض السل. سامي سرطان، سرطان للأسف ما فتناش هناك لعدة أسباب. أولا اليوم التعامل لما إحنا نطور الشغلة بدنا إحنا نتواصل مع المريض نفهم إيش بشعر، إيش خواص المرض عن طريق الطبيب. عند الأطفال في عنا شوية مشكلة من ناحية التطوير، بحيث إنه نتواصل معهم بشكل نفهم إيش إني حاسين أو إيش إني بفكروا، بس في المستقبل ممكن الواحد يطبقها هناك. مساء الخير بروفيسور. سؤالي بالنسبة للنساء الحوامل، هل الطريقة اللي أنت عم تستعملها عم تفكر فيها ممكن تتنبأ لنا بأمراض عند الأجنة تاعهم؟
بديش اقول الأجنة، في طلع بحث مع مستشفى الانجليزي في ناصري اللي بنقدر نميز التوكسيميا التسمم عند نساء الحوامل اللي هو ممكن اثر على الجنين. حاليا في المشروع اللي ذكرته سابقا احنا قاعدين نحاول نشوف هل نقدر نشوف امراض عند الاجنه بطريقه غير اجتياحيه عند الجنين نفسه. هذا بنشتغل عليه، ما فيش عندنا بعد اجوبه دقيقه في هالموضوع، ولكن في التوكسيميا في عندنا اجوبه كثير منيحه ودقه ما تعادل 87% في تشخيص التسمم عند نساء الحوامل. يعطيك العافية بروفيسور. السؤال هو، أنا تخرجت قبل أكثر من شهر وحليني أفوت لمجال الأبحاث، شو هو المشاكل اللي ممكن أواجهها وخاصة إنه إذا في داخل الدوري؟ خلينا نقول بدي أسأل السؤال بطريقة أكثر إيجابية، شو الأشياء الحلوة بتلاقيها هناك في البحر؟ وإيش ممكن تكسب من هناك؟ ببلش من هنا وبعدين بصل للتحديات. عالم البحث بقى عالم جميل جدا لسبب انه ما فيش فيه روتينة، يعني ممكن تنام الليلة على فكرة في الصبح فكرة تانية، اليوم بدك تشتغل على الأجلة بكرة الصبح بدك تشتغل على ديش لونها أصفر، ما فيش حدا مقيدك، في حرية أكاديمية. إذا بتحبي شي روتين أنت، مجال البحث هو بلا شك مجال رائع. الشيء الجميل بالبحث بنظري إنه أول مرة بتحلي المشكلة للآخر، يعني كل ما بتحل مشكلة بيطلع لك 1000 سؤال، هيك بتضلوا في ديناميكية معينة، وهذا الجميل بنظري. في ناس بيحبوا شغل الروتين، كمان شغل ممتاز ورائع، كل واحد حسب أفضلياته. هل في تحديات؟ بنظري ما فيش تحديات، التحديات الوحيدة الموجودة عندنا هو التحديات احنا بيننا وبين نفسنا. اليوم هون أنا بقدر أقول لك في الدوري وبحكيها بفم ملام، إذا شخص متميز هن بيركضوا وراه واني بعازل له مش العكس. بقدر اقول لك اياها بشكل بفم ملام قدام كل حدا، واليوم حكيتها قدام كل اداره التخيل، قدام كمان الطلاب العرب. بقدر اعطي كثير امثله. يعني هاي التحديات، هاي ايش تميزنا؟ في تميز الامور محلوله. بقولش انه ما فيش تحديات في البحث نفسه، انه بتجرب 99 تجربه تطلع تجربه واحده مضبوطه. هاي تحديات علمية طبيعية جدا، بس أنا اليوم العوائق مش شايف في عوائق موجودة هنا، وخاصة إنه اليوم بعد 10 سنوات من العمل والجهد مع مؤسسة التعليم العالي والبتات ومكتب رئيس الحكومة وإلى ما ذلك، اليوم في عدة برامج اللي بتدعم الباحث العربي ابتداء من اللقب الأول في السنوات الأخيرة، اللقب الثاني واللقب الثالث عن طريق منح، عن طريق برامج خاصة متوفرة بشكل كبير بقدر أقول، بس للأسف هاي كمان مرة بعيدة، الأدوات متوفرة مش كتير قاعدين بتلقطوها، مش كتير قاعدين بدوروا عليها، يعني مرات بتحطيها قدامهم بسألك وين الجواب وين الحل، بتقول له بس اقرأ منيح. أنا بقدر أحكي لك بثقة كاملة لأنه قدت قسم من هذول البرامج بشكل شخصي، واليوم في حوالي مبلغ حوالي 300 مليون شيكل للبحث لتطوير الطالب العربي في البلاد. بديش اقول لها هو خلينا نقول بالعبران افريا متكنت لانه ما بحبهاش، انما لما الواحد عنده امتياز انا ما بديش جميلة حدا، بنقدر نسوي كل الشغل بالبرنامج نفسه. مساء الخير. بحب اسال سؤال عن المجسات، المواد اللي بحطوها بالمجسات هي علاجات كيماويه ولا مواد ثانية؟ هاي سؤال واحد. السؤال الثاني، كيف هاي المواد بتميز المرض؟ هل في ريسبتور، في ذاكرة، ميموري، كيف تشتغل هاي المواد؟ المواد اللي بنستعملها هن نوعين، نوع من مواد جزيئات ذهب صغيرة جدا، والذهب بما انه هو غير فعال كيميائيا ما بضرش بجسم الانسان، بتحطه على جلد الانسان وبتفوته ولا بتبلعه ما بضر، عشان هيك بنلبس خاتم من ذهب بشكل عام، فلذلك ما فيش عندنا هاي المشكله. المواد الكربون الكربونيه كمان ما بتضرش، معروف انها ما بتسمم جسم الانسان. كيف بتميز هاي المواد او بتشتغل هاي المجسات؟ بتشتغل بالطريقه التاليه.
تشتغل حسب ذاكري. هذول المجسات بناخذ احنا قسم عدد كبير من المجسات، كل مجس عنده ريسبتور معين، ريسبتور بجس مادة ألف، ريسبتور بجس مادة باء جيم دال وها، كل موجودين بالعينة المرضية. هناك لما احنا بناخذ احنا كل العينات مع بعض الجزيئات المرضية ونحطهن على الأقسام المختلفة تبعون الجهاز بيطلع كثير إشارات كهربائية. هذول الإشارات احنا بنفوتهم على جهاز، بنقول هاي المجموعة وهاي الدمج ما بين الإشارات الكهربائية والرقمية تسمى مرض معين. تذكروا، نتذكروا بدماغ، دماغ الإلكتروني المحاشيه مع نظام المعلومات الحاسوبية الألغوريتم. بالمستقبل الجهاز بصير يعرف لما يشوف عينة اللي هي احنا بنسميها بلايند، يعني بيعرفش ايش هي العينة، بصير يساوي العملية العكسية، باخذ التفاعلات الكيميائية بحولها ل إشارات رقمية وكهربائية ويقارن ايش موجود عنده جوا، حسب المقارنة بيقدر يساوي التمييز. بالضبط كيف احنا بنساوي. اليوم اذا بتغمض لي عيوني بتجيب لي تفاحة لونها رمادي. بتقول لي هاي تفاحة لونها رمادي، بشم التفاحة بفتح عيوني تفاحة لونها رمادي. هاي الريحة انا بميزها بتذكرها في دماغي. بتقدر تسوي على اي شغله، وهذا بالضبط الاساس اللي بنعمله. محل الدماغ محاشير، محل الانف بنحط ريسبتور مختلفة اللي احنا نقدرها. خلصنا. متأسف مش سامع. كيف بدي اسال عن الشريحه اللي تنحط تحت الانف، كيف بدك تاخذها وتنطلع النتائج؟ بجوز انتبه يمكن موجود على الشاشه خلال ملي سكند، يعني خلال 20 ملي سكند 20 جزيء من الثانيه بتطلع النتيجه. تفضلت انه في محظورات اخلاقيه بعمليه الانكشاف على هاي الابحاث والمحظورات اللي بتتعلق في الإيثيكا. شو المعايير اللي بتحدد المحظورات؟ اولا ما تسببش ضغط نفسي للانسان اجراء انه يطلع على النتيجه نفسها، هاي محظوره واحده. الشغله الثانيه انه النتيجه تبعته ما تمرقش لحدا ثاني بطريقه الخطا، يعني ما يكونش في هاكرين. عشان هيك احنا بنقول لما بنقول اخلاقيات احنا بنقول كمان برايفسي اند سكيورتي، كمان من ناحيه الامن تبعت الماده نفسها. يعني لما احنا بدنا نيجي ناخذ النتائج او الشارات الكهربائيه احنا بنبعثها بدون الديتيلز، بدون الصفات او المواصفات تبعون الشخص اللي تنفس على قلب الجهاز او استعمل الجهاز. انما بطريقه ثانيه احنا بندمجهم بعدين بطريقه مش ممكن حدا ثاني يسرق المواد او العينات. هاي خصوصيات. فلذلك كيف نحافظ على خصوصيه الشخص كمان هي شغله، او من المحظورات الاخلاقيه، مش من المحظورات الاخلاقيه انما هي شغله اخلاقيه اللي احنا بنهتم فيها كمان. يعطيك العافيه. يا فوق. فوق. بدي اسالك، انت حكيت ان الجهاز بيشتغل على 17 مرض. ليش بالضبط هدول ال 17 مرض مش غير مكان؟ شو الميكانيزم؟ مظبوط، هو رقم خلينا نقول اللي اخترناه بشكل عشوائي. بلشنا نسوي تعاونات علمية طبية مع كثير مستشفيات في أنحاء العالم، وطلع عنا 17 مرض، يعني ما فيش أي هدف من وراه بشكل عشوائي، بخلال تقييدات مادية، تقييدات من ناحية زمان، تقييدات من ناحية مين هن المتعاونين معنا. يعني بحث مثل هيك عشان نثبت هذول ال 17 مرض، هاي بس الصوره اللي فرجيتها كلفت 4.5 مليون يورو. فلذلك بهذا الاطار احنا بدنا نحاول، يعني في عندنا شويه تقييدات بدنا ناخذها بالحسبان، بس ممكن اكثر من 17 مرض نطبق نفس العمليه عليها. اسال ثلاث اسئله عشان ما واحد واحد لانه بنسى. ديزيز ستيجنج، كيف بتشوف ستيجنج للديزيز؟ كيف تعرف انه اي ستيج واحد، ستيج اثنين، ثلاثة، وصار يتستسب وهيك؟ كل ستيج عنده تركيبة كيميائية مختلفة عن الستيج الثاني، فلذلك حسب التركيبة، حسب التفاعل تبعها مع المجسات، وحسب الشرط هيك احنا بنميز. بس هن التركيبات مختلفات كمان من ناحية التركيز، كمان من ناحية بين الدمج بين المواد. بس بالاساس انه كل شيء هو كيمياء، أرضة كيميائية.
من احلى الاشياء اللي استخدمتها ان كنت تحقن من اشياء من المواد عشان تخفف السايد افكتس للكيموثيرابي والايميونوثيرابي. تمام، ممكن استخدم هاي التقنيه بصناعه ادويه الفارماكوكاينه في شويه اشياء، يعني من هيك بقلل السايد افكتس عن المواد الكيماويه، هيك انا بقتلش الخلايا الذاتيه فبقتلش الخلايا السرطانيه. صحيح، بس مش نفس هاي المواد اللي انا خرجتها لسبب كثير بسيط. يعني لما بتحكي عن مادة أكسيد الحديد اللي فرجيتها، هل بدك إشي فعلها؟ يعني تحط أكسيد الحديد وإنت مش قادر تفعله ما بشتغلش كعلاج. هون إحنا بنفعله عن طريق الذبذبات المغناطيسية. إذا بتاخد على سبيل المثال، أنا عارف ميتسيلا طابي من سورفاكتانس على سبيل المثال، تحطها بقلبها دواء، ممكن هذيك تشتغل على موضوع الفارموكينيتكس. بس هو بيتعلق إذا بدك تشتغل الإشي بشكل ذاتي ولا بمساعدة جهاز آخر. مساعدة جهاز آخر الأمور بتتعقد أكثر. بشكل ذاتي إنه أنا زي حد الدواء يفلس نفسه، أخلي الإشي. هاي معلومة، هاي موجودة، هاي فرجيتها بعلاج الأمراض العصبية. بس كمان مرة، هاي المواد تقدرش تستعملها لأشياء تانية مثل علاج السرطانات، لأنه هناك بعلاج السرطان أمور معقدة أكثر. فكل إشي له حله. السؤال اللي ليش استخدمت حاسة الشم عند الكلب؟ ليش مش عند الفار؟ أنا بعرف إنه الفار أكثر إشي بتكون. طلع في الفار، في كمان النحل، وفي كمان الجردين، وفي كمان السلمون. القصة مش قصة بس الكلب، القصة هي قصة حاسة الشم بشكل عام. واحد حاسة الشم عند الكلب لأنه هو موجود معنا ونقدر نستخدمه، يعني الفار شوي أصعب. وحاسة الشم عند الكلب أحسن من الفار بكثير، لأنه قسم الدماغ الموجود المسؤول عن تحليل النتائج عند الكلب هو أكبر بكثير، فلذلك هو بيعمل عمليات حسابية أسرع. يعني حاولنا كمان نأخذها، بس كمان بتقدر الواحد تاني شنو بقول الكلب أحلى من الفار. بس أنت صادق، يعني الكونسبت هو الشم. أوكي، بس الاختلاف حاسة الشم مش ممكن أميز أمراض بين حيوان وحيوان. وطبعا احنا كنا ايديز الكلب بتقدر تشوفها من مسبقا، حكيتنا هيك فبقدرش استخدم الفار عشان استكشف. الفار بتقدر كمان مره تعلمه، كل واحد وقدراته. يعني اليوم في عندك بحاسه الشم او بالانف عند الانسان في علاقه عكسيه ما بين رقم الريسبتورز الموجود في الانف ما بين كبر الدماغ اللي بحلل النتائج. ف الكلب هو الايديال من ناحيه القدره اللي بيقدر يوصلها من ناحيه التركيز، اللي هي بارفكت تريليون. يعطيك العافيه. بدي اسال موضوع البيوتكنولوجيا بالضبط، وين بفوت بين الابحاث اللي انت بتعملها؟ او اذا في له روابط او خليني بس اكمل سؤالك، موضوع البيوتكنولوجيا من ناحيه بحث؟ لما انت بتتعلم موضوع بتفوت على بحث معين مثل هذا الموضوع، يعني من البيوتكنولوجيا انت بس اللي بهمك الباك جراوند تبعك، بتقدر تفوت على كل واحد من هذول الاشياء حسب ميولك الشخصي. بس اذا بدي اكون اكثر ادق، يعني وين هون البيوتكنولوجيا بتقدر تفوت مثلا على تشخيص مرض السل وتطوير مثلا العلاجات تبعون اللاصقه اللي بتطلع عن طريق الجلد على سبيل المثال، او عن طريق تطوير الريسبتورز اللي احنا مستعملين على المجسات. شكرا. هذا المرحله او الفقره الاخيره بعد الكوب، السؤال الاخير حضرتك ذكرت على قضيه بعض الاستشفاءات اللي بلشوا تتفقد بشكل تجريبي، هل في استشفاءات اسرائيليه اللي بلشوا تتفقد؟ هل في مستشفيات إسرائيلية بتبلش تطبق؟ بمرحلة تجريبية مستشفى الإنجليزي جربها. هون بالناصري، مستشفى العفو، رمبم، هداسة، بلينسون، شيبة على الشمر، الكرمل. الجلد بنستعمله بس الكرمل، بس بنستعمله بالغالبية بقول ما بريك البلاد. بشكر طبعا البروفيسور مصطفى. وننتقل للمرحلة النهائية لأمسية اللي قبل الختام. طبعا لابد انه نقول كلمة حق، يعني حق بروفيسور حسام، انه يعني هو فعلا نموذج الشاب اللي نتمنى جميعا يكون قدوة لشبابنا وشاباتنا، ويا ريت
يعني فعلا طريق تطوير مسارات كثيره اضافيه في مجالات الطب والتكنولوجيا والعلوم وتعود بالمنفعة لمجتمعاتنا بشكل عام وكمان البشريه. لان بدون ادنى شك استماتك هي استمات يعني لكل اناس في اي مكان بالعالم. نشيد فيه كمان التاكيد والاستثمار كمان في اماكن اخرى واعطائها لها اهميه خاصه دول العالم الثالث تمثل فعلا 60% من مجتمعاتنا في العالم. وخاصة نذكر هذا الكلام في هاي الفترة العصيبة اللي كمان مجتمعنا العربي في البلاد عم يمرقها الفترة المأزومة اللي عم يمرقها هون. اسمحوا لنا الآن أن ندعو مؤسسو سينمانا ومدراءه السيدة فاطمة توخي بيطار والسيدة محمد بيطار عودي لتكريم بروفيسور حايك. بدي أشكر سناء وأشكر حسام على هالمحاضرة. حسام صديق وأخ عزيز من أول علماء كتبت عنهم في كتابي نجاحات عزائم عربية، حكى لي عن قصة التمويل. كان أول عربي يحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي لبحث اللي قام فيه، واللي بحينه حسام كان في تحديات كبيرة جدا أمامه. أولا كان أصغر شاب يطرح هيك فكر، وكان كتير نوع من التنقيص انه مستحيل فيش منه، كيف بدها تصبر من هذا من هاي الاعتبارات ومن بروفيسوريه كبار جدا في التخمير. فكان حسام في امريكا وصابوا قعد 18 يوم يكتب الطلب، باخر دقيقه بعثوا له انه في امكانيه تقدم لهيك منحه، وحسام اخذ الاشي جدي جدا واخذ اجازه من البوست دكتور اللي كان عم بيعمله، وراح كتب الطلب او الابلكيشن على كيف لازم وتقدم. ولما اجى الفوز فيه يعني اجى الرئيس تبعه في التخمين اجى لعنده كله يعني وكانه مش مصدق، بده يفرك عينيه مرتين او ثلاثه لانه اول شخص بين عرب وبين يهود حصل على هذا التمويل. فتحيه كبيره لحسام، شكرا كثير لكم. وحسام بنظر كثير فلسطينيين من هون من الداخل وعرب من الخارج وحتى اسرائيليين، حسام مرشح لنا لجائزة نوبل قريبا وعاجلا ان شاء الله.